وبركاته. اهلا بكم مشاهدينا الاحبه، واحنا مواكبين وفود الزائرين الامام الحسين عليه السلام مشيا على الاقدام نحو كربلاء جنه الارض. اكيد احنا اليوم في مكان تشوفون الزحمه في المسيب، وشوف الناس تجي من كل الاماكن ومأجورين وعاشت ايدهم لحد الان. دا اشوف ايضا المواكب تنطي الخدمات على اتم ما يجب، تعاون القوات الامنيه، تعاون وزاره الصحه، كل اليوم استنفر جهوده من اجل خدمه الزائرين وخدمه الامام الحسين عليه السلام. في جانب ايضا لابد ان نتكلم به، جانب اكثر مثل ما نعرف انه هي زياره حرم الشيوخ، اللي اكيد مخصصين اماكن للاسئله الشرعيه. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. مرحبا، حياكم الله ان شاء الله. اليوم احنا حابين نتكلم واياكم حول الجانب الديني، مثل ما نعرف انه زياره الأربعين هي احدى علامات المؤمن، فلابد ان نتكلم باهميه هذه الزياره للزائر. اليوم من جاي الزائر اكيد انه هو يوثق وايضا يجدد العهد مع صاحب الزمان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وشفيع المذنبين وإتمام عدة المرسلين أبي القاسم المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام أن للمؤمن خمس علامات، ومن تلك العلامات هي زيارة الأربعين. حقيقة زيارة الأربعين تمثل لنا نحن المسلمون الشيعة الإمامية بأنها وفاء لأهل البيت عليهم السلام، وهي ثورة مصغرة لثورة الإمام الحسين عليه السلام. في ثورة الإمام الحسين عليه السلام ويوم عاشوراء تجد الشيخ الكبير، في زيارة الأربعين كذلك تجد الشيخ الكبير كحبيب ابن مظاهر أسدي زينب عليه السلام، تجد في زيارة الأربعين الطفل الرضيع كعبد الله الرضيع، وشوف أطفال لعله في هذا القماط إنهم يزورون الإمام الحسين. فحقيقة زيارة الأربعين هي مواس علما لأهل البيت عليهم السلام. فنحن في زيارة الأربعين إذا كان من خدمة الإمام الحسين عليه السلام أو من خدمة زوار الإمام الحسين، من خدمة المشايخ، شوف هم جاءوا في خدمة الإمام الحسين عليه السلام، أو من الزوار المشايخ يقطعون عشرات لعله مئات الكيلومترات في سبيل أن يصلوا في يوم الأربعين وفاء منهم كنا مسؤول أهل البيت عليهم السلام. تعرفين لعله. نعم شيخنا، بعد بيانك لأهمية زيارة الأربعين، نعم، نتكلم على شيء أهم من زيارة الأربعين. نعم. الصلاة هي عمود الدين، متفق عليه. اليوم أكو زوار يمكن يسألون يتساءلون، هل أنا واجب عليه بوقت الصلاة أترك المشي وأقيم الصلاة أم أكمل المسير؟ جاء في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الصفين، أحد أصحابه قال: يا أمير المؤمنين، قد حان وقت الصلاة. فأراد أن يصلي أحد الأصحاب، قال: يا أمير المؤمنين، أن يصلي بهذا الوقت معركة؟ قال: ما قاتلناهم إلا من أجل الصلاة. أمير المؤمنين وهو أعلى مرتبة من الإمام الحسين، كذلك الإمام الحسين عليه السلام في معركة طف، معركة طاحنة، أحد الأصحاب قال: يا أبا عبد الله، قد دخل وقت الصلاة. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: أذن وأقم حتى نصلي، وجعلك الله من المصلين. أحد أصحاب الإمام الحسين وهو لعله سعيد وقف أمام الإمام الحسين عليه السلام، صد السهام من أجل أن يكمل الإمام الحسين الصلاة بعد أن سقط. قال: أوفيت يا أبا عبد الله. أحسنتم، بارك الله بجهودكم شيخنا. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله هذا في ميزان حسناتكم. حياكم الله، شكرا جزيلا، موفقين أنتم إن شاء الله. حياكم الله. الله يخليكم شيخنا، أكيد مستمرين معاكم. السلام عليكم زائرنا الكريم، عظم الله لأجركم. أجرنا وأجركم، بارك الله بكم. لا الحمد لله. وين جاي من وين؟ من ديالى، من قضاء بلدروز. ما شاء الله. يوم الخميس، يعني صار خمس أيام ست أيام. الحمد لله. هذا الطريق، أوصف لي الطريق اللي مريت فيه. ما ينوصف. انا صار من 2014 امشي ولحد الان، اول ما مشيت بعد يعني انت من ايام داعش الارهابي وما عق يعني صار لا لا الحمد لله. واستمرت الزياره ما شاء الله. كورونا رقم كورونا، وهذه يعني صار ادمان، يعني شلون واحد يدمن على شيء ف
فد فد سر سر طبيعي وسر لاخ. هالمسافة قد نمشيها تقريبا 200 كيلو لحد ما نوصل الإمام الحسين أدى الزيارة. من نرجع هاي الخطوات الرجعة تصير فد بطيئة ثقيلة. الناس أنا نزيد في منطقة مدينة المسيب شاهد خدمة الإمام الحسين يقدمون جميع الخدمات للزائرين. شاهدت الزائرين أعداد كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا تزال تزيد الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الإمام الحسين. زيارة الإمام الحسين عليه السلام إنها كلمة قالتها السيدة زينب وأسعى سعيك وحزن هذا دا تبقى عند الشام إن شاء الله يكون عاقبته حسنة بحق محمد وآل محمد. تفضلوا قدام موكب مسلم بن عقيل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. رحم الله أديس للجميع. يوم صار لك كم يوم؟ صار لي تقريبا 9 أيام إلى 8 أيام. اي نعمة خير من الله من ناحية الخدمة ويصير النوايس. وكل ما تقل الأيام كل ما نحزن أكثر لأن نتمنى هاي الخدمة الطول والطول لأن هاي نعمة والنعمة حرامات يعني نستغنى عنها ونكفيها. مشاعركم بعد انتهاء الزيارة ما راح تشيلون المواكب؟ صراحة نتعب نتأذي يعني أنا واحد من الناس كل سنة حاجة يعني بيت يريد سيارة يريد تعيين انتو شباب كاتين نفسكم على التعيين. شنو أثر الخدمة عليك؟ أثر الخدمة أنا صوبت من المظاهرات ب 2019 مال تشرين العام إيدي ما تتحرك هاي إيدي هاي حركة العام ما كانت تتحرك يعني بها عجز تقريبا 30%. هاي السنة بفضل أهل البيت والسيد الشهيد محمد الصدر والله طبعا الأول إيدي تحركت تقريبا 70% 80% وكل سنة كل ما أخدم سنة كل ما تتطور إيدي أكثر. خفيفة صار اي خفيفة واشتغل بها واشيل ثقل ويقولوا لي دير بالك ترى ايدك وانا عندي كسر هنا يقولوا لي ايدك يقولون ما ادري شنو يعني انا اذا اشيل فتشي بسيطة تأذي بس اذا اشيل بالخدمة اذا اشتغل بالخدمة ما اتأذي بس اذا اشيل شغلات بعيدة عن الخدمة لا اتأذي. اي والله الله شاهد عليك. الحمد لله على هذه النعمة الله يديمها عليك وصحة وعافية لك خويا. السلام عليكم تعزيتكم. تفضل. السلام عليكم. تفضل تفضل. والله الحمد لله احنا بطريق الحسين هاي نعمة الحسين الحمد لله على نعمة الحسين الحمد لله على نعمة الإمام الحسين. تعزيتكم بهذا المصاب أكيد أنتوا شبابنا أنتوا جيل المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله الإمام الحسين يفخر بوجودكم أكيد الله يحفظكم ويخليكم. أكيد احنا مستمرين وياكم أحبة المشاهدين بين زائر وخادم. السلام عليكم. الله غالي. خادم موكب؟ لا لا أنا عتب الخدمة الزوار. شنو قدمت من خدمة؟ والله تنظيف ونخدم لهم اللي يحتاجوه احنا خدمتهم. أهم شيء التنظيف. أنت عينك دائما على احنا من النظافة. اي تنظيف على توزيع على هيك يعني نشتغل من أجلهم. تمام. وما تعبت؟ ماكو تعب. اللي يشتغل الحسين يتعب؟ ما تعب. الله يحفظك ويديمها عليك هاي النعمة. الله يخليكم. أجورين إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تعني لك زيارة الإمام الحسين؟ والله هاي الزيارة هي بركة من الله سبحانه وتعالى منطينا الصحة والعافية نقدر نمشي بيها. لكو عالم اتمنى تمشي هاي الزيارة هاي. هاي فضل من الله سبحانه وتعالى نمشي هاي الزيارة هاي. وما شاء الله الخدمة موجودة الطريق كله. احنا من اهل المسيب اولاد مسلم ما شاء الله الخدمه منا في جاي خير من الله. انتوا شبابنا انتوا جيل المستقبل تذكرون الامام الحسين فقط في الزياره محرم لطول السنه. لا ان شاء الله ان شاء الله احنا مو بس فقط الزياره لا بايامنا العاديه وان شاء الله نتعلم من اخلاق الحسين ونتربى ان شاء الله. الله انتوا مع الحسين ان شاء الله نبقى دائما. السلام عليكم حجيه شلوني؟ انا والله حاجه الله يسلمك بعد للحسين انا ما يعني دنيا واخره انا ناقش. شو طاش الامام الحسين؟ طاني عافيتي انا خير ولدي الاخره من عد الاخره زينه يعني احسن من هسه الدنيا مو حلوه بس الاخره اريد الحسين ان شاء الله دوم دايم منه وهالدرب هذه ان شاء الله انه والجينا والجينا انه. صار لك كم يوم تمشي؟ والله صار لي يومي بس انا ما اكذب اصعد لي شويه ونزل يعني ما اقدر. ما تقدرين تبقين؟ ايه ماشي ما اقدر. اخذ لي دوشه وصعد. ان شاء الله موفقه والامام الحسين يعطيك الصحه والعافيه. عليك كل سنه وكل عام. ان شاء
الله كل سنه نشوفك بعد. اسالك الدعاء والزياره. اي والله حبيبتي بالسلامه الله وياك شبابنا والولدنا ان شاء الله كلهم. جميعا شكرا يوم والله وليك. تفضلوا اخوان تفضلوا كلمه وتعزيه بحق الامام. عظم الله عليكم السلام ورحمته. من وين؟ والله احنا من الزعفرانيه. نعظم كم يوم؟ والله صار لنا اليوم الثالث. ما تعبانين؟ لا ما تعبانين. نمشي على طريق هذا ما يتعب. اوصف لي الطريق شلون؟ والطريق نعمه خير من الله. مواكب اكل نعمه شرب امان نعمه خير من الله. ان شاء الله تعود بكل سنه وخير وسلامه. وندعي للشعب العراقي ان شاء الله كل خير وسلامه. نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد المولى ابا عبد الله الحسين ومراجعنا العظام لا سيما السيد القائد مقتدى الصدر. الله يحفظكم. شكرا لكم. السلام عليكم. والله الحمد لله بخير. والله دق مشينا من المنطقه وجينا لجا كلها مشي ان شاء الله ماجور. شكرا لك الله يحفظكم. تفضل اخوي تفضل. ماجور ان شاء الله. ان شاء الله الكل على هذا الطريق يقضي حوائجكم ان شاء الله. واحنا ننظر لهم بكل فخر الصراحه. الله يحفظهم ويوفقهم ان شاء الله. السلام عليكم. هلا يا ابو لمس من بغداد. من وين؟ من بغداد. نهروان. نهروان. انتوا اطراف بغداد بعد؟ أطراف. والخدمه يمكم؟ خير من الله الحمد لله ان شاء الله. والله رحمه من الله ما تنوصف هاي الرحمه. الحمد لله والشكر على كل حال. خير. شنو تعني لك زيارة الإمام الحسين؟ كل شيء يعني للحسين. ما أقدر أشوف جاي. مثل إيش؟ مثل ما ضحانا ووصلنا لهاي المرحلة بهذا الدين. شو نريد نمشي له؟ شو نريد نخدمة؟ شو نريد نسوي له؟ ما نقدر نسوي له شيء ولا نقدر نقدم فضل من المسيرة اللي فضل بها هذا ورفع هذا الدين المحمدي. أنا أشكركم رحمة الله عليكم. احنا نقدر نساعد الامام الحسين بنقطه واحده نكون انصار للامام الحسين ان شاء الله. ان شاء الله نسال الله التوفيق للجميع هاي المواكب الالتزام بالخدمه. احنا نريد خدمه تكون دائميه. حسين الانسان اليوم الامام الصادق عليه السلام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. هسه اخلاق الشيعة حلوه في المواكب اكون دائما برا المواكب ما كنتيش. نسال الله التوفيق من الجميع. جور توصل بالسلام. ادعي لنا وياك امان. تفضل حج تفضل ياب ماجور ان شاء الله. اريد ما عندي والله ما عندي طريق رحمه بعد اكو احد من الطريق ماكو. ها طريق رحمه من رب التعلمين من دياله. اي حياة والله حياة كلها حياة طريق كلها حياة طريق كلها رحمة رب العالمين. من أكل كربلاء ما شفنا إلا كلها خير. البيت خير نوم زين أكل خير كلها خير. شنو انطاك الإمام الحسين؟ كل شيء انطانا كل شيء. أنا نمشي من طينا الحين قوة كلها من إمام الحسين. إن الله من إمام الحسين أول الله بعد إمام الحسين كلها من إمام الحسين. هذا أمشي بحيل قوتي ولا والله من طينا المار حال من طينا كلها إمام الحسين. الأولاد وجاو كله مطني إمام الحسين. يا أبا توصل بالسلام ورحمة الله والديك. نسلم كل الزوار إن شاء الله. الله يخليكم. تفضل يا أبا تعال هنا يمين. الله يحفظكم. السلام عليكم. عظم الله عليكم الأجر له باستشهاد لا الحمد لله باستشهاد سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين. نعظم ونعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجليل. أوجه كلمتي إلى خدام الزوار ما جزاهم ألف خير الجزاء ما قصروا. والزائرين يكونون يلتزمون بالأدب والاحترام للخدام وللزوار أبو عبد الله مقام غير رفيع. الله يحفظك يا ابي. ماجور ان شاء الله توصل بالسلام. السلام عليكم يوم شلونك؟ هذا عمري. فما تعبانه؟ ان شاء الله تعب يما الحسين. راح امشي ناخذ الاولاد. شلون يوم؟ امشي الاولاد ادعي لهم لامة محمد وزوار. اي محمد ولا. شنطات الامام الحسين؟ كل شيء ينطونه هم اهل بيت الرحمه، هم اهل العمليات، هم اهل الدواء وقاعد ندعيهم ننخاهم. قاعد ننخامن. صارت لك معجزه؟ ان شاء الله انطوني معجزه. ايه شو انطوني؟ والله انكسرت وداووني. والله عندنا يم تاج الدين. ايه انكسرت وداووني طلع العظم ورده. هو رده رحت للطبيب وصبيته والله وما طاب. بس رحت له صبع انكسر ورده هو. ما شاء الله. وان شاء الله ما اخسر الحسين ان شاء الله.
ان شاء الله على قد نيتك يمه اريد يستر عليهم ان شاء الله بجاه محمد وال محمد خدام الحسين والمشايخ وعليات وعلى امه محمد رحم الله والديك ان شاء الله تعيننا رحم الله والديك السلام عليكم يا تعال 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 تعبان ما تعبان يا الله وابو عبد الله كل سنه 13 سنه من صار سقط النظام لليوم انا امشي أكره السيارة أبد أي والله هاي خلال هاي السنوات طلبت من الإمام الحسين شيء وحققه إيه. ما يغصري الحمد لله طلبنا يشاف المريض يرزق أمته يستر عليهم الشباب كله شبابنا على العراق أي والله أريد من الله وأبو عبد الله خزينة فاطمة الزهراء هي والله هم بعد التنامس فيهم إحنا ما مطيتش حيله تمشي نعمة إذا ما يوم العادية ما تقدرين تمشي كنت أخدم وقلت ما أروح ما فيه وين تخدم؟ كنت أخدم قادم من المالح أخدم قلت ما أروح وما فيه وزري يوجعني ومشلون هيك جنة ذن هالساعة كانت يمي صديقتي قالت يا الله قلت لها ما فيه ولا فلس عندي مال حاضر فوق 30,000 لموحي بيناتنا اي وحمد وشكرا اي والله نحمد وشكرا الحسن بعد هم عن انفسهم هم اهل الرحمه هم يرزقونا وطلع على هالشباب هذه اي والله يستر عليكم وعلى امه محمد ان شاء الله شكرا يوم سعد اي والله حبيبتي بالسلام ان شاء الله حكم ان شاء الله يصير خير ان شاء الله سعد الله واهل البيت هم احنا يلا شكرا الله يطول عاد روح مع السلامه الله يسلمك والله والديت يوم السلام عليكم تعالي اختي تعال 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 تعقلت عرف عليك هاي الحشمه اليوم احنا نتاسى بالحجيه ام مظفر ام مظفر شفتيها شفت الحشمه مالتها شو رايك بيها صارت هي مثال بعد هي مثال هاي والله شو انت وين مشيتي انا مشيت من ايه على صوتك من بغداد من بغداد فما تعبانه لا لا ما تعبانه ما تعبانه زين الحمد لله كل سنه تمشي لا ان شاء الله امشي كل سنه طلبت شيء من الامام الحسين لا والله ما طالب شيء ما رايحه الصحه والعافيه والصحه والعافيه اي والله ان شاء الله ما يقصر ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله الله يسلمك يا روحي الله يحفظك بالسلامه يوم تدعينا وياك تفضلوا اخوان السلام عليكم لا لا الله يحفظكم ويقضي حوائجكم ان شاء الله عظم الله اجركم واجرنا باستشهاد ابا عبد الله الحسين وين ماشي من بغداد من الدوره صار لي يومين شلون اوصف لي الطريق شلون شفته حياه هاي هذا الطريق من هنا لما توصل لابا عبد الله حياه هاي كلها الخدم كلها خدامنا ونشكر السيد علي السيستاني ويحفظه ان شاء الله وهذا اللي يقول لك السيد علي السيستاني ميت وهاي كله كذب هذا كذب هذا احنا عايشين بجاه ودعاء ان شاء الله الله يحفظك اخويا رحم الله والديك الله يخليك السلام عليكم يا ابي ماجور ان شاء الله ما تعبان لا ان شاء الله ما تعبان هذا مشي الحسين سلام الله يعني كل شيء نقدمه احنا قليل سيد الشهداء احنا نضحي ارواحنا ومالنا وكل شيء نضحي انه الامام الحسين هو قليل لان هو كل ما يملك ضحى الامام الحسين سلام الله عليه يعني فش نسوي احنا فهو قليل والحمد لله احنا نسوي القليل في سبيل نرضي الله بسيط شيء بسيط ايه؟ من وين ماشي؟ من الكوت الكوت ما شاء الله انتوا اهل الكوت ما شاء الله عليكم هسه طلعت المواكب من جديد تخدم الزوار اللي جايين الايرانيين مختلف الجنسيات ترجع ماجورين لا رحم الله ترجع بالرجعه من يرجعون عندنا مواكب موجوده منصوبه بيوتنا قبل مواكبنا موجوده صحيح حتى من بيت فيها عندنا موجوده للمتغربين مثل ايران او الهند اي ايران او الهند او الباكستان من هاي الصفحه اي دوله تجي من هناك احنا حاضرين كل شيء سواء احنا او غيرنا او اي محافظات العراق موجودين ما شاء الله الله يتقبل منكم هاي الخدمه بالدين والدنيا الاخره رحم الله والديك ان شاء الله ماجور توصل بالسلامه عظم الله اجرك عظم الله اجرنا واجركم ان شاء الله انا من محبين ومن تابعين قناه الايام يا رب على راسنا نتشرف بك لان الوضع مالتكم وضع زين وصوره تحقيق بالرسالة كاملة الحمد لله هاي نعمة هاي شهادة نعتز بها يا رب الله يحفظك انت احفظ أمة محمد ماشي ماشي ان شاء الله من يوم السبت ان شاء الله اها ايه. تعبان شلون شفت الطريق شلون تعبان احنا رايحين ماشيين زين
راحت على بعرام مضلعة ومنتهية وأطفال وصحراء ولا مي ولا شرب، وفوقها يعني بدل ما يمشي وياها محرم يمشي وياها تمشي وياها روس. احنا هذا بدنا نسويه كله قليل قليل، واحنا نستحي من عدة اصلا، مو هذا لان اللي احنا بدنا نسويه. كنا نتمنى ان نجي لترابهم، نسأل الله يوفقكم وان شاء الله صحة وسلامة لنا ولكم ولهالقناة. قناتكم هاي بخدمة إن شاء الله، قناة الأيام نشرب بها إن شاء الله. إن شاء الله الله يحفظكم يا ابن، مأجور توصل بالسلامة. السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله الجميع إن شاء الله، الله يبارك فيك. شو اسمه؟ متعب. خدمة خير من الله نعمة. أنت مشاي جاي؟ لا عندنا هاي ثلاث مواكب وحدة واحد، خدمتنا وحدة. تقدمون خدمة خير آية الله، شنو اللي قاسم الله خير وبركة. سنة على سنة تطورون إن شاء الله وتتغير الخدمة. هذا مو بدينا، هذا مو بدينا، هذا واحدة يصير خير وبركة، هذا واحدة يصير، إحنا ما لنا علاقة به. الله يسلمك. صار لكم كم سنة على هالخدمة؟ صار من 2007. شو اللي توفيقات الإمام الحسين صارت خير وبركة من وإلى من وإلى ما تنوصف ما تنوصف، هذا خير وبركة، هاي نعمة من الله، هي واحدة تصير واحدة تتكون واحدة تتكاثر. ما تأثير الإمام الحسين على حياتك؟ الكل بالكل، الكل بالكل، الكل بالكل، ما أدري يعني ما أقدر أوصف الشيء. حياتنا الإمام الحسين أكيد والحياة بمعناها الكل جاي أقول لك يعني الكل بالكل. يحفظكم. الله يسلمك، رحم الله والديك. أجوني إن شاء الله ويعطيكم على قد هذه النية الصادقة الحسينية. الله يحفظكم. سلام عليكم. سلام طول العين. الله يحفظك. الله يخليك. الله وديك. لا الحمد لله. وين مشيت؟ أنا من المدينة. من المدينة. أنا خادم الحسين صلى الله عليه وسلم. في قصر أبو عبد الله والله. والله أشوف الناس طيبة وأشوف الحسين قدامي يعني. تبارك بأهل البيت، تبارك بالناس هاي الزوار، الحمد لله والشكر قدامنا للحسين، نعطي روحنا وكل اللي حياتنا ان الحسين. سلام الله عليك ابو عبد الله، سلام الله عليك خادم اللي احنا ان شاء الله يتقبل منكم خدمه وزياره كل هذا طيب. اي والله امين يا رب، يحفظ الخدام ويحفظ الناس ويحفظ العراق ويحفظ السيد مقتدي يا رب. الله يحفظكم. شكرا لكم. الله يخليكم. تفضل يا ابو. السلام عليكم. يا اهلا باخونا من الجمهورية الاسلامية الايرانية، تشرف بكم. السلام عليكم. من السلام ورحمة الله. شلون شفت الخدمات؟ خدمات شفت الطريق؟ خدمات امهل اتكلم بالفارسي مو بسم الله الرحمن الرحيم. خدماتك در این طریق مشایه هستش مشهوده که زیاده، اما مهمتر از اون نیاته، نیت هایی که دارن خیلی خالص هستش، من میبینم که با خلوص نیت هرچه دارن کم و زیاد میارن. من جوانهایی رو میبینم که حواسشون هست از دست کسانی غذا میگیرن که غذاشون کمتره ساده تره تا دلهاشون رو شاد بکنن، و نیت های مردم عراق اینجا خیلی کریمانه هستش. مردم عراق خیلی کریمانه میزبانی کردن از زوار امام حسین. امیدوارم به عنوان ایرانی بتونم مسیر قدس رو که امام خمینی گفتن از مسیر کربلا میگذره بتونیم بهش برسیم. منظور ان شاء الله. First visit to Iran? لا مرة قريب من 10 مرات شرفت بزيارة السيد الشهداء في الأربعين. الله يحفظكم بالسلامة إن شاء الله. تشكرات ممنون. الله يحفظكم. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله الله يسلمك أختي. الله يحفظك. إحنا عندنا موكب هنا أنا للخدمة. شلون موكبكم؟ فما تعبتم؟ والله وإن شاء الله التعب موجود بس تعب بلذة يعني براحة. إيه الحمد لله رب الشكر. إحنا تقريبا صار لنا 9 أيام طالعين. أو نقدم خدمة للزوار من ناحية الطعام ومن ناحية الاستراحة والشرابة وهذا كله قاعد نقدم به والحمد لله. أكو ناس بالعودة هم أكو مواكب واقفة. أي نعم. أي إحنا
نعم خدمة مستمرة، هي زيارة وتخلص زيارة، بس المشكلة احنا من نعزل تصير علينا وحشة التعزيل، يعني حتى عندنا بعض الجماعة يبكون من أثر الفراق وعلى أثر هاي الخدمة الحلوة يعني. إن شاء الله بهذه الدموع الصادقة تنعاد عليكم بالستر والرزق والتوفيق بحق محمد. الله يحفظك، الله يخليك، رحم الله والدك، الله يعزك، الله يخليكم ووفقكم بحق محمد وآل محمد. تفضل مام، أنت خادم؟ إيه. شو اسم الموكل مالت علينا؟ مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل، إيه. نقدم خدمة؟ إيه كنافة وهاي. ما شاء الله كنافة؟ إيه. بعد شو تقدم؟ إيه شرابت و صاير. ما تعبان؟ لا. ما تعبت؟ إيه ما طول خدمة الحسين ما نتعب. دول عمرك، الله يحفظك ماما ويخليك. تعال ماما تعال، تعال. هلا، شنو اسمك؟ اسمي ريدات. من وين تمشي؟ ها؟ انت خادمة لو تمشين؟ لا امشي. ها؟ من وين مشيتي؟ ها؟ من وين مشيتي؟ مين مشيتي الطريق؟ من العزيزية. ها من العزيزية، يا هلا بأهالي العزيزية وأهالي الكوت كلهم نورتنا، فما تعبت من الطريق؟ لا. زين الطريق حلو؟ اي. كل سنة تمشي؟ اي. من ايش قد عمرك انتو مشيتي؟ تذكرين؟ من 7 سنين لحد هاي. ما شاء الله مستمره ان شاء الله. حبيبتي بالسلامة، السلام عليكم يوم. شلونك؟ تعالي يمي. مأجورة ان شاء الله. السلام عليكم. من بغداد. تعالي. شو مطاكي الامام الحسين؟ اول مرة نعزي صاحب العصر والزمان سيدي ومولاي الامام المهدي. نعزي مراجعنا العظام. مصيبة الحسين. الإمام الحسين أكيد أكيد إحنا تعزيته ونبقى منا اليوم الدين العزيز، هذا مصابنا. إمام الحسين شنو مطاج وأنت مستمرة بالزيارة؟ والله كل شيطان. ليش؟ يعني ماكو شيء طلبته من سيدي ومولاي الإمام الحسين وما طاني إياه. شفاء أولا شيء ابني عنده قلب، ومسيري هذا مسيري مال الحسين، طلبت من عنده ورحت للدكتور لقيت ابني ما عنده قلب أبدا، يعني فد معجزة هاي. يعني معجزة ما صايرة. ابني عمره 14 سنة وهو مريض بالقلب. ومن رحت للدكتور قال لي إذا واحد يقول لك عنده أثر قلب أنا أبطل عيادة. الفضل سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين. كلش هواي مطيني. أعجز أنا أبقى أزحف وأوصل للحسين. أزحف المولاة الزهراء وأوصل لابنها. أنا مريضة وجلي 2 أنت بديل مفاصل. لكن بالقدرة الإلهية وسيدة الزهراء جاي أوصل وكل شيء ما بيه ومن فضل الله وألزم بالفضل العباس بيدي. ما شاء الله. كله مش على رجلي. من بختش تدعينا يوم. ممنونة من سيدتي مولاة الزهراء. وادعو لكم يا الله بالفرج وبالصحة والعافية وتسهيل أموركم وتقبل كل أعمالكم. أحسنتي بارك الله. جاه مولاي صاحب العصر والزمان. الله يحفظك توصل بالسلامة. أمانة تدعين أكيد بعد مع هذه المعرف وهذه المعجزات الإمام الحسين سلام الله عليه. ننتقل لمكان آخر ونكملين وياكم إن شاء الله. نقل مشاعر الزائرين من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية المتجهة نحو كربلاء المقدسة. مثل ما تعرفون كادرنا الآن متواجد في طريق لبيك يا حسين الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. ما زالت الأعداد الكبيرة جدا متوجهة إلى كربلاء بتزايد كبير جدا. الآن تقريبا خرجت المحافظات القريبة من محافظة كربلاء المقدسة، لا نذكر النجف الأشرف بابل وهذه المحافظات. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ إن شاء الله بركاته حبيبي، حياك الله. عظم الله لك. عظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة 40 بالإحرار الإمام الحسين عليه السلام. شفتك ورا الكاميرا ده تصور. اي والله صور الاجواء. خل اسوي لك لقاء. بارك الله فيك. شلونك؟ والله الحمد لله. تعال حجي تعال. شلونك انت؟ والله الحمد لله بخير. وبخير الله يعزك ان شاء الله الاجواء. فما تعبت؟ لا ان شاء الله ماكو تعب. ماكو تعب ان شاء الله. ان شاء الله. من ذي قار؟ من محافظة ذي قار ناحية الاصلاح. ناحية الاصلاح، جيت مشي لو جيت للنجف؟ لا من الامام علي لهنا. من وياك؟ انا وحدي. اي نعم. عجب وحدك، ليش مو وياك؟ والله انا ما اتقيد بواحد. نعم واحد يسال يقول لك هاي المسافه الطويله ليش متعب نفسك ورايح لك؟ بركه بركات الامام الحسين عليه السلام. ما فيها تعب. نعم لان هاي فيها شفاعه يوم القيامه ان شاء الله. شكرا لك. تفضل حق زينه. تفضل هنا. تفضل هنا. سلام تعب. كل تعب ما بي. من وين؟ احنا من ايران. ايران من الاهواز. انا من الاهواز. اي من الاهواز. زياره طيبه ممنون من كل عراقيه من كل الدول يخدمون.
وايد منهم تشكر. وايد. من دخلت للعراق؟ من الشلمشه. من الشلمشه. اي. وجيت مشي من الشلمشه لو بسياره؟ من النجف الى مشي. من وياك جاي؟ انا ابو باسط وابو مجد. معك يعني. وابو حسن ابو عباس. شو هاي اول مره؟ لا كل سنه نعود سنه. كل سنه ني وقدمت كان اولادنا العراق شبابهم. يعني حقيقه هذا اللي قاعد يوم ملايين وهاي انا اقول هذا الحماس كله من هالمواكب حقيقه يخدمون ويدلون فرد حمايس يعني هذه الناس كلها تي حسين المواكب قاعد يسوون خدمه يصير فد اشتياق الانسان هو الانسان حسين كله تحب بس هذا الاشتياق يصير اقدر انا كل وقت اقول احسن دعاء الانسان اذا يجي مع حسين اول دعاته في تعجيل الفرج يندعي لحد الغبة تمام الحسين والثاني دعا يندعي شان بلد العراق يريد من عنده صحه والسلامه يعطيهم شان كل اهل العراق ايش قاعد تدعي العراقيين العراقيين من دشينا من الحدود الى هسه يعني حقيقه ما شفنا الا الزينيه هم الشرطه وهم الناس مالهم شبابهم وصغارهم هنا مدرسه شلون امام الحسين سوى مدرسه في كربلاء العراق هم فيها المواكب مدرسه هذه بركات الامام الحسين بركات الحسين الخوه الغيره من كل شيء جانب هنا هاي بيها هاي المشي اريد يتعلم من الغيره من الخوه والشهامه والشجاعه والكرامه اي في هذا انا اعرف بالهواز اكو هوسات احد حافظكم هوس الامام الحسين انا جاي من مدينه الكوره محشور نازل عبادان اي اعرف عندكم هوسات حلوه للامام الحسين اي احنا ما هوسين اي بس النادى كنا احنا نصيح يا لبيك يا حسين ثلاث مرات اعلى صوت لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين احسن الزياره يا رب الله يحفظكم ان شاء الله احبتي المشاهدين شلونك حجين شلونك لا مو حجين بجد شلونك والله بخير اخبارك والله الحمد لله تعب مال الزياره من بينك كبير ان شاء الله والله بعد فدوى ابو عبد الله الحسين خليك من وين انا من التنومه البصره جنوب البصره مو جنوب البصره شلامشه من شلامشه بالحدود يعني حالك حال الزائر الايراني تقريبا نفس التعب انا بلغ 17 كيلو 17 كيلو شلون جيت هنا جينا والله من النجف طلعنا من النجف ليش اكثر العالم تروح للنجف يلا تبدي تمشي مو طريقنا الامام علي وقبيهم طريقهم على حله الكربلاء اها جيت شلون هالخدمات اللي تقدم والله خير من الله شلون بخير خدمات تعبان لا والله بعد هو اللي يمشي هذا شكله ايش يعني ارتاح بالبيت السله جاي ال 40 بعد ما تقدر لازم لك كل سنه هاي كل سنه هالطريق يجمعنا يعني انت مستعد تضحي بروحك من اجل الخدمه اي والله انا مستعد قدمتوا خدمات هناك بمناطقكم قدمنا ما شاء الله والزائرين الايرانيين يقولون خير من الله قدم. خير من الله كل شيء متوفر الله وعلي ملايين شو اسمك انت انا صباح صباح بدنا نمشي بهذا الطريق وظهر الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف شو راح تقول له اول كلمه اقول له والله رايحين لابو الشهداء واحنا متعنين هذا مشتاقين له والله والله تطلب عندك حاجه من الامام الحسين والله عندي حاجات وموصيني هواي ناس نقدر نعرفه نعرف واحده منهم الا وصل هناك يا الله تريد تحكيها بينك وبينه اي يعني هو الشفاعه ستر توفيق والله لا يحرمنا من خدمه الحسين وزواره وخدامه يا رب السلام عليكم عليكم السلام شلونك؟ اهلا وسهلا من وين؟ من البصره ما شاء الله البصره وصلوا هواي نعم البصره نعم الله يحفظكم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه بمصاب استشهاد الامام الحسين واخيه ابو الفضل العباس ونحن سائرون على هذا الطريق كل سنة ولا يمنعنا أي أحد ونقول هذه الرسالة نحن في هذا الطريق وهذا مسيرنا شوكة في عين الأعداء نعم أكو بعض الناس تنتقد المشي للأربعين يقول لك يابا صارت عندنا سيارات على شنو قاعد تمشون شو تحب تقول لنا أقول لهم والله لا هذا الشيء خطأ مستمرين احنا مستمرين سيرا على الأقدام يعني جاي نحس احنا بانفسنا ما جاي نوفي مقصرين ايه كان عندكم مواكب هنا نعم نعم عندنا مواكب نخدم بالعشرة الاولى مال المحرم وبعض المناسبات ولما تاتي المسيره المليونيه هذه المسيره من البصره الافعى الزاحفه من البصره الى كربلاء ان شاء الله ربي يحفظكم وتوصلون بالسلامه ادعونا ربي يخليكم شلونك حاج السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صحتك ان شاء الله والله بخير نعمه ربي يخليك واحنا خدام الحسين ربي يحفظك نتشرف اللهم امين نبقى على هاي المسيره مدى الحياه نعم
حج انت من وين؟ من محافظة واسط. انت من واسط؟ تحياتنا لك. اهلا بواسط. انت اليوم هنا بهذا الطريق زائر لو خادم؟ انا جاي زائر. بس خدمته هناك؟ خدمنا هناك مواكب كلها يعني ادت الواجب صوره صحيحه، وحتى احنا من الناس المشايه نتلقاهم ونضيفهم. حجر اسالك سؤال، انت بهذا العمر ربي يعطيك الصحه والعافيه، هم تخدم وهم زار، مو تعب عليك هذا؟ لا ماكو تعب. ليش ماكو تعب؟ احنا هاي مسيرتنا يعني من اب وجد باقين يعني على هالمسيره هاي. نعم. ما نتغير. سؤال، النظام السابق ليش حرمنا من الزياره؟ حرمنا لان هم يعني كانوا ضد الشيعه وضد الخدم مال ابا عبد الله الحسين ولا ابو الفضل العباس. نعم. وكانوا يعني يحاربونا محاربه نفسيه. ليش معقده؟ ها يعني ليش يحاربون؟ احنا رايحين الامام نزل نزور. اي لان هم يعني شغلتهم غير شغله، تتغير عن اتباع معاوية. اي من معاوية، من ابناء معاوية. صحيح. وهم يعني وهابيين. نعم. يعني اجرام وقتل وهاي. اي والله وقتل. تعرضت التهديدات من قبل شت الزور لو لا؟ اي والله تعرفنا على التهديدات مالتهم. ذكرنا بيهن. قتلوا هواي جماعات. نعم. واسروا هواي جماعات، سجنوا. اي حتى يعني استخدموا بهم وسيلة، دبوهم بالتيزاب. اها وياكم للزائرين. وأذوهم. بس احنا نظل نقول لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا أبا عبد الله. بعدين نقول اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشكور حجي، يا رب ان شاء الله توصل بالسلامه. ان شاء الله. الله يحفظك. ممنون ممنون. شبابنا حجينا تعال، عقال جميل، اتكلم فارسي، تعال تعلمنا احمد سلام. اسكدوم شهر اومدي كرا تهران. تهران. بله تهران ما شاء الله. سلامات بشي حج، خدمات زيارتي قد؟ بله جيد. بله بله سكن؟ بله عالي. خوب عالي. تكلم خوب. فارسي تكلم. خوب خیلی خوب. عراقی ها دستشون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن خدایش تو این مسیر. از خود ما سامرا رفتیم، کاظمین رفتیم، بعد خدمت در تو هم نجف، و الان تو این مسیر خدایش خیلی خوب پذیرایی کردن. دستشون درد نکنه، واقعا دستشون درد نکنه. خیلی ممنون. هادا عقال عربی بیجی گوز. الله يحفظك. مع السلامة. شونك؟ حياك الله. اخبارك من وين؟ والله من دياله. من دياله. هن بدياله وين؟ بهرج، شهربان؟ لا احنا قبائل الخالص نعي السلام. انتم بالخالص. نعم. ربي يحفظكم. شنو جيتوا مشي؟ اي والله جينا مشي من النجف الى كربلاء ان شاء الله. من نعم. شلون المواكب هالسنه بدياله؟ والله المواكب خير من الله. خير من الله. كل سنه عن سنه تزداد المواكب. ما شاء الله. اي والله مشي. دياله بفتره من الفترات تعرضت لهجمه ارهابيه وقتل وذبح وهاي. حاليا المواكب موجودة؟ المواكب موجودة بكل مكان، حتى بمكان الإرهاب موجودة غصبا عليهم. ايه حشدنا وقواتنا الأمنية هناك مسيطرة على الكل. ما شاء الله. اي والله العظيم. صار لك كم يوم؟ أنا تقريبا صار لي هذا يوم الثالث. ما تعبت حتى؟ لا الحمد لله. ربي يخليك. ايش تطلب من الإمام الحسين أول ما راح توصل؟ نطلب الموفقية، نطلب الثبات على مذهب أمير المؤمنين إن شاء الله، وإن شاء الله يوفق هاي الزوار اللي جاية من غير بلد ان شاء الله يوفقها ويرجعها لبلدها سالم غانمه. كل الزوار ان شاء الله نطلب ان شاء الله. شكرا لك. الله يسلمك. لك الدعاء من توصل ان شاء الله. ان شاء الله بحيل الله واهل البيت. الله يوفقكم ان شاء الله. شلونك حاج؟ شلونك حاج؟ عليكم. من وين؟ عمي الله يحفظك. انا من ايران. للاهواز. الاهواز احسنت. الاهواز منطقه معشور. 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 معشور هاي قريبه على العراق؟ قريبه على المرز ساعتين. ساعتين بس. ساعتين على المرز. ايران. جيران. احنا اخواننا، احنا والعراقيين اخوان ما يفرق ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله على هالعظيم وعلى هالخرج هذا وعلى هال يعني الله يعطيكم اكثر ويوفقكم ان شاء الله. الخدمات شلونها؟ تمام.
تمام يعني ما كنا مقصرين عن كل شيء. نعم ما كنا مقصرين رحم الله والديك. شو قد دخلتوا الحدود العراقيه؟ شو قد دخلتوا العراق؟ احنا الخميس تعقل اليوم خمس ايام. خمس ايام يعني جيتوا مشي من هناك؟ هنا من النجف مشي. اه من النجف. من النجف اي نعم هنا من شلمت شعر البصره. أيه. والبصره صعدنا للنجف وهاي بعد من النجف هنا مشي اليوم اربع ايام. صار لك كم سنه تجي الزياره الاربعين؟ انا هسه خمس سنين ست سنين أيه. قاعد اجي. تحس كل سنه اكو تطور بالخدمات. كل اربعينيه يمتى تجي واي يعني ايش قد ما مستعجل. اول ما راح تدخل الى كربلاء راح تقول للامام الحسين؟ اقول السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابو الفضل العباس جميعا واهل البيت كلها ورحمه الله وبركاته. الزياره اريد تكون ان شاء الله زياره لنا ولفروخنا ولعيالنا ان شاء الله وبيعودنا يكون كل سنه نقدر نجي. يلا هلا بيكم هلا بيكم باي وقت. يعطيكم ان شاء الله ووفقكم ان شاء الله. العراق فاتح ديناته لكم اهلا وسهلا. حم الله والديك طال عمرك نعم الله عليكم الله يخليكم. تفضل حاج تفضل اسالك الدعاء. طال عمرك كم الله حبيبي. از قدوم شهر ومدي. هاتي لطف الله محتوي. وين؟ مشهد؟ محتوي. هاتي لطف الله محتوي. اها اها. ازربيجان اردبيل شهر. نعم خدمات خيلي خيلي. خان الله هلا خيلي خوب خيلي خوب ما شاء الله ايران ما شاء الله. خامنئي من سلامت بجنا اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله خيلي خوب خيلي خوب ما شاء الله ما شاء الله. لبيك يا حسن. لبيش لبيش يا ابا الحسن لبيش. ايش قدوم شهر امدي؟ عرفان وهاب زرقان از قزوين. من خوشحالم که امسال هفتمین بارم هست که اومدم کشور شما عراقی ها مهمون نواز شما ها همه چی موکبه عالی و یه خواهشی هم دارم از بینندگان عزیز که حتما اربعین حسینی رو شرکت کنن. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. شکرا جزیلا حبیبی. الزار الایرانی الاخیر یشکر کل العراقیین علی الاستضافه الكبيره اللي حقیقه استضافه بیه اليوم الأخوة من إيران والدول الأخرى اللي حقيقة قدمت بأعداد كبيرة إلى الزيارة الأربعينية. الحمد لله والشكر أن الأمور لحد الآن من بداية هذه الزيارة تقريبا من قبل 10 أيام إلى اليوم تسير بصورة طبيعية وجميلة وإنسيابية. ما سمعنا كثير من الأمور إلا بعض الحوادث البسيطة بموضوع الطرقات اللي صارت. ويا رب نتمنى السلامة والطمأنينة لكل زائرين أبا عبد الله الحسين. احبتي المشاهدين احنا مستمرين وياكم ابقوا ويانا. نحن مباشره لشبكه مراسلي قناه الايام الفضائيه ونحن نقدم لكم هذه الرساله عبر شبكتنا من النجف الاشرف طريق يا حسين. بدايه هذا الطريق لان زميل ظفر قبل قليل الشكر الجزيل لما قدمه وقبل الزميله نور من المسير كلهم متواصلين ويانا وايضا لدينا كاظم لدينا محمد لدينا علي الاخوان موجودين في منفذ شلامشه في زرباطيه في الحله في كربلاء. الاخوان متشرين جزاهم الله خير الجزاء وما انسى ايضا جهود الابطال المجهولين اللي يقدمون هذه الصوره. يعني اخوان مشاهدينا الكرام مشاهداتنا اخواتنا امهاتنا الكريمات مرات يمكن تلحقون على البث المباشر بامكانكم ترجعون الى مواقعنا الثابته في التليجرام في الفيسبوك لقناه الايام وبإمكانكم أن تلاحظون أما الرابط تأخذون منه التغطية كاملة أو ما يقدمه إن زميلنا العزيز الحبيب علي جاسم أبو كميل من جهود جبارة بتغطية السريعة وهذه جهود لأن أبو كميل عليه لود هاي الأيام وجزاء الله ألف خير وأجرك نقول لك يا أبو كميل على الحسين إن شاء الله. ومن تقنيتنا وهندسيتنا مهندس الفقار مهندس ياسر الأخ حيدر أبو صالح الأستاذ علاء الكبير الكل يوم كلهم ما قصروا قاعد يقدمون ويبذلون حتى تطلع لنا هذه الصورة للمسيرة المليونية المسيرة العالمية ننقلها للعالم أصداءها ما يقدم أبطالنا من خدمة المواكب الحسينية ما يقدموهم أبطال هذه المسيرة الراجلة القادمين من مختلف بقاع الدنيا يصلون إلى كربلاء المقدسة يواصلون المسير ليلا ونهارا بعقيدة ثابتة راسخة ويقين عالي وتحت راية خفاقة إمامنا المنتظر المنصور بإذن الله الحجة بن الحسن. هؤلاء هم جنود الحجة هؤلاء هم الأبطال الوافدين إلى كربلاء المقدسة وإحنا ننتظر بهذا المكان نأخذ لقاءات على هذا المكان مع الزائرين
مع أصحاب المواكب مع الوافدين. واليوم يعني حاولنا نأخذ لنا ربوة من الأرض حتى نعطيكم الصورة الأعلى من الإخوان السائرين على هذا الطريق، وشاهدون صورة ما أجملها وما أبهاها، حلة ماكو أحلى من عدها، لا سيما أن القبة متيم بالحبيب الأول والعشق الأول الذي لا نهاية لعشقه، المحبوب الإمام الحسين عليه السلام الذي ضحى وجاد بنفسه لأجل إحياء دين الرسالة المحمدية، لأجل أن تبقى المسيرة المحمدية ثابتة باقية على هذا الطريق. ولا يأتينا يزيد أو أشباه يزيد أو معاوية ويحاولون أن يحرفون الدين الإسلامي عن مسار الحقيقي الذي خطه رسول الله بكتاب من الوحي من الباري عز وجل، كما حاول الدواعش ومن حاول أن يغذيهم بفكرهم المسموم. اليوم الحمد لله والشكر أبطالنا اللي هم أبطال هذا الطريق، أبطالنا اللي هم أنصار الثورة الحسينية، أبطالنا اللي هم اللي واكبوا هذا الطريق، هم اللي قضوا على الفكر الداعشي المنحرف، والحمد لله اليوم أبطالنا من أصحاب المواكب الحسينية من أبطالنا. سلام عليكم، قواك الله، الله يساعدكم، الله يحفظك، الله يسلمك، عظم الله أجرك، رحم الله والديك، الله يسلمك، الله يحفظك. اليوم بتخدمون، اليوم 18 صفر وقلوبكم محصورة، راح تودعون المسيرة. والله العظيم، والله العظيم، يعني من اليوم خلصت الزيارة احنا كلش متأذين، كلش متأذين، لأنه الشارع فراغ وراح نروح لهن، وهاي خدمة الحسين ما تتعوض، ما تتعوض، واحنا رواحنا للحسين وجسدنا للحسين، أطفالنا للحسين، حالنا ومالنا للحسين، فمن نشوف آخر زائر احنا ننقهر، ما نقدر، ما نقدر، نريد الخدمة تستمر، بس هو شو تسوي، هي لوقت من وإلى هاي ننتظر لسه الجاية. يا احسب سنة، السنة مو هينة ترى، فراق، هو مو فراق، انت ما تبعد عن الحسين، بس هاي العالم المدنية فراق. انتوا بالنسبة لكم أحباء الحسين ومحبوبكم الزاير اللي انتوا خدم إلى إن شاء الله، شوف هي مو قصة انه فراق وكذا، لا عت الخميس هذا تروح الزور، بس هاي الزيارة المليونية اللي هي جاية لبا عبد الله زحف من 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 العالم، من الدول كلها، مو هينة، مو هينة علينا، تخدم وتتعب وتركب، مو هينة علينا. زين انت اليوم عندك مثلا يبقى ماي الضوج عليه، عندك تريد تخدم بعد، هاي اطفالنا ويانا، عيالنا ويانا، اولادنا ويانا، بهاتنا ويانا، هذول كلهم يردون يبقون يخدمون، يخدمون، فانت من تشوف الطريق قل كانما دمك نقص وروحك راحت. الله شاهد علي، احكي لك اياها من قلبي، يعني انا اليوم كنت اسمع قصه عمار الكناني، خلصت يا حرامات، راح ارد لبيوتنا، والله العظيم هذا طريق كربلاء ما يتعوض، ما يتعوض، بس شو تسوي، هو هاي بعد نسأل الله القبول، ونسأل الله ان يتقبل من الزوار ومنكم ومن هالخدمه هاي، نعود ان شاء الله، يعطيك العافيه ويحفظك، رحم الله والديكم، الله يسلمكم، ومشكورون على قناتكم العظيمه هذه الراقيه، ويعني ان شاء الله هذا عملكم مقبول، ممنون من عندكم، اشكرك، ممنونين من عندك، اشكرك الله لك، اشكرك، رحم الله، بالتوفيق ان شاء الله. مستمرين مشاهدينا الكرام، وطاها ما قاعد يحضر لي، ما قاعد يحضر لي زوار طاها، فاحنا مستمرين مشاهدينا الكرام، وان شاء الله يقول هذا كله في ميزان حسناتهم. مشاهدي الكرام، هذه هي الخدمة الحقيقية لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، هذه هي الخدمة التي نستطيع أن نقول فيها إخلاص للمخدوم، وهذه الخدمة التي ترتجى من أصحاب الطريق. فهكذا نحن وإياكم نسابق الزمن لنصل إلى الزائر، لنصل إلى الخادم، وهذه هي المواكب، مواكب الخدمة الحسينية. تعلم تعلم، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا عمك، قواك الله يا أبويا، الله حيلك. شنو تخدم المواكب؟ اي اخدم مواكب. شلونكم ويا الخدمه؟ الحمد لله، والله حلوه خدمتنا، حرامات تخلص الخدمه. شو تسوي بالموكب؟ اخدم الحسين يوميا من الصبح. شنو البرنامج مالتك بالموكب؟ مثلا تبدي بالصبح تهيئ ريوق، تكنس، تفرش، تعدل سجادات الصلاه، شو تسوي يوميا؟ والله اني نخبز، عندنا خبز للحسين، نخبز واكنس ونظف، والله حرامات تروح الخدمة تخلص. أنت مقهر على الزوار؟
والله انقهر. تتأذي من يروحون الزوار؟ أذى. يوم يجيب الزوار وتبيتهم اليوم شلون هاي الليلة؟ باكر شلون؟ والله حلابات. أسأل الباري عز وجل أن يطيل بعمرك وتصير مثل أبوك أبو موكب وتخدم الزوار بخدمة الحسين إن شاء الله. والله وديك حبيبي حبيبي ربي يحفظك. إخواننا من الكويت قواكم الله قواكم الله. الله يقويك طول عمرك يا حبيبي. حظك طول عمرك. والله بخير محمد الله. متأخرين اليوم علينا شنو؟ احنا بالعادة يعني دائما متعودين 6 سنوات 7 سنوات نوصل أمس الصبح، اليوم نمشي من النجف بكرة الصبح إن شاء الله ندش كربلاء. ما شاء الله. أي والله الحمد لله. الليل بالنهار يعني يطبون الليالي وين 40؟ أي نعم. أكو عندنا إخواننا مثلا يروحون يوصلون قبل 40 بيوم قبل 40 بيومين يعني مثلا يريد يوصل ويزور يرتاح. يزور يرتاح. وين 40؟ أي. تعبك للحسين. أي لازم تكون تعبان شوي ويعني مجهود هذا بركة الإمام يعني إن شاء الله وتشفع لنا الأيام. شفتوا الخدمة والطريق. والله الحمد لله مواكب مو مقصرين والخدمة ما شاء الله يعني كل سنة تزيد وتزيد للأفضل الحمد لله رب العالمين. تعرف أنا قبل قليل طلعت لقاء ويا صاحب موكب وابنه الدموع مغرغرة بعيونهم يقولون بعد الزوار راح نفارقهم اليوم. الله يحفظكم إن شاء الله ويفارقهم ويجونهم السنة الجاية إن شاء الله. يعني إذا فارقتونا اليوم السنة الجاية بالأربعين أو بالزيارات العادية موجودين إن شاء الله. الرسالة اللي نريد نوصلها من مسيرتنا العالمية، هاي مسيرة عالمية فيها الكويتي والخليجي والإيراني الأوروبي مختلف الجنسيات إلى الحسين. رسالة عالمية. الحسين يوحدنا. الحسين يوحدنا. الحمد لله رب العالمين. بالسلامة. الله يسلمك. هناك دعاء وزيارة. وأنتم أهل الدعاء وزيارة. إن شاء الله. الله يحفظك. أجمعين. بالسلامة. مشاهدين كرام لازلنا وياكم وهذه التغطية تغطيتنا الخاصة اللي ننقلها عبر شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية المنتشرين على الطرقات المؤدية إلى كربلاء المقدسة جهود مباركة سواء للمواكب أو لقناتنا. وحقيقة أوصلها رسالة ما أدري أقول إحنا قناة الأيام موكب كبير ومفتحين على طول الطرق اللي رايحة للحسين وأيضا نتمنى من الباري عز وجل أن يتقبل هذه الخدمة سواء من الواقفين على هذه الطرقات إخواني المراسلين إخواني المصورين أو الجنود المجهولين الموجودين في الكواليس اللي يقدمون جهود جبارة لإيصال هذه الصورة. وإن شاء الله عز وجل الباري مين سانة وإحنا متعلقين بهذه الخدمة أشد تعلق. حالنا حال أبو الموكب، حالنا حال هذا الخادم، هما تقلوبنا معصورة. راح نفارق الخدمة وراح نفارق هاي الأيام، هاي أحلى أيام العمر، هاي أحلى أيام السنين. ولا تتوقعون راح نظل ننتظرها للسنة القادمة. اليوم النجف هاي يعني يوم 18 صفر أعتقد هاي يعني آخر الوفود التي تفد عبر هذا الطريق، لأن من بعد هذه الوفود أعتقد راح يشح المسيرة على هذا الطريق. نحاول ننقل لكم هذه المسيرة على هذا الطريق على هذا المنوال وصولا إلى كربلاء المقدسة وصولا إلى العشق وصولا إلى الهدف. مشاهدين كرام احنا عندنا هدف، الهدف مو فقط نطلعكم الصورة والراجلين وشون يمشون وشون مشاعركم، لا هدفنا أسمى، هدفنا هو العقيدة، هدفنا هو البقاء الثبات على دين محمد وآل محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم حجي. قواك الله. عليكم قوا الله حيلك. شأني منتظرك. أنا خادم. أنا خادم. أنا خادم. شلونك حجي؟ شكر لله رحم الله وديك الله يحفظك. والله العظيم خدمة احنا إن شاء الله من يوم 5 صفار ولحد الآن. واليوم من خفة الزوار شاهد الله نغثينا حيل يعني احنا نوزع بس عشاء يعني من الساعة بالأربعة أو بالخمسة العصر لـ12 بالليل ومن الصبح لحد الساعة 2 الظهر نوزع ماي وشربت لأن الزائر يجي عطشان وقت الظهرية الزائق يعني عطشان يجي نقول له ماي هذا ماي حار خل نبرد اللحق نبرد يقول لي طنيا حتى لو حار والله العظيم ما أقدر أطهي المي وهو حران برد مجمدات وثلج يعني يومين صرف لنا 50 قالب 60 قالب والله حزن الحقيقة يعني حزن من تنتهي الخدمة حزن زين شلون يعني مثل ما واحد حزنان ببيته نشوف الزوار تقل يعني حقيقة احنا نحزن مشاعرنا يعني حقيقة ما تتوصف
يومية احنا والزوار، يعني هاي الحشود ما شاء الله اللي من كل الدول جاي تجي، من كل الدول حب الحسين هذا يجذبهم. يعني انا بالموكب اشكال شفت، يعني باكستانيين، هنود، ايرانيين، ما سعوديين. يعني وحده من اهداف هذا الطريق الحسيني هي الوحده الاسلاميه، الوحده الاسلاميه، حب الحسين. يعني هاي فتشي يمشي بالدم، حب الحسين خلالك الناس، يعني واحد اخو الثاني. زين، ما اكو ماراثون او مسيره عالميه تشترك فيها هكذا جنسيات بهكذا اعداد بهدف واحد، أبد عقيده واحده، ابد عقيده واحده، واسم واحد، ابد عقيده واحده، حب الحسين هو جمعهم. هاي زين، يعني هسا انت تباوع هذا الاكل ما شاء الله، السفره من البصره، من الفاو للامام الحسين، من الشمال للامام الحسين، سفره الحسين اكبر سفره بالعالم كله. زين، ويعني اسال الله ان يديم علينا وعليكم هذه النعمه، نعمه خدمه الامام الحسين، واسال الله الثبات على هذا الطريق في الدنيا والاخره. نسال الله الثبات والخدمه، ثبات على هذه الولايه، ولايه امير المؤمنين، وحب الحسين ان شاء الله. ونسال الله والامام الحسين يتقبل خدمتنا وخدمتكم وخدمه وهاي الناس اللي ماشيه بهالحار تعاني حار. الله يبارك خير، موفقين ان شاء الله، موفقين. مشاهدين كرام، احنا وياكم مستمرين. طه يقول ننتقل فعلا لاخواني المنتشرين على الطرقات من المراسلين، ينتظرون دورهم، ونريد ناخذ دور اكثر من دورنا. وبينا لكم اليوم من خلال المسيره والتباشير الاخيره لهذه المسيره، ومستمر وياكم وشبكه المراسلين، وهذه عوده ان شاء الله الى اخواني المراسلين. عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى اربعينيه ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام. وافيكم الان من مدخل مدينه الكوت في هذا الطريق بالتحديد الذي يبدا من منفذ الرباط الحدودي مرورا بقضاء بدره وناحيه جصان، بعد ذلك مدينه الكوت. ما زالت الاعداد المليونيه تتوافد صوب قبله الاحرار كربلاء المقدسه، ما زال المنفذ الحدودي ايضا يعمل على مدى 24 ساعه وعلى قدم وساق لاستقبال هذه الاعداد الكبيره من الزائرين. الى حد هذه اللحظه ووفق احصائيات إدارة منفذ رباط الحدودي، تم دخول أكثر من 2,250,000 زار إيراني. على صعيد المغادرة إلى حد هذه اللحظة تمت مغادرة ما يقارب 600,000 زار إيراني. فيما يخص 24 ساعة الماضية تم دخول 110,000 زار إيراني. على صعيد المغادرة تم مغادرة 55,000 زار إيراني. ما زال المنفذ كما ذكرت لكم يعمل على قدم وساق، وهذه الأعداد المليونية تتوافد عبر هذا الطريق الذي يعني يوميا قرابة الربع إلى نصف مليون إنسان ما بين وارد وبين مغادر، يعني إلى كربلاء المقدسة عبر محافظة واسط. المواكب الحسينية تعمل على مدى 24 ساعة وعلى قدم وساق من أجل تقديم الخدمات للزائرين. وللحديث أكثر حول ما تقدمه هذه المواكب ينضم إلي أحد خدمة المواكب الحسينية. السلام عليكم حاج. السلام ورحمة الله. عظم الله أجركم أجوركم. تحدثنا باختصار عن المواكب الحسينية. لله وشكر، احنا قاعد نشتغل من الصبح لحد ساعات متأخرة من الليل لخدمة زوار أبا عبد الله الحسين. يشتي هو زائر موجود عنده، من كباب، من أي 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 شيء يخطر ببالك ويخطر ببال الزائر. أنواع الأكلات، ممكن تحدد لي أنواع الأكلات اللي طبختوها خلال هذه الأيام؟ دجاج، القاص، كباب، التمن والمرق، والفواكه بأنواعها، الأرطاب، كل شيء، كل شيء اللي يخطر ببالك. عملكم ايش قد صار لكم؟ كم يوم من نصبتوا بهذا المكان؟ يعني بالايام السابقه كانت المواكب بالخاشيه الحولي، فتحولتوا هنا، كم يوم صار لكم؟ احنا صار لنا حوالي اسبوع هنا، وباقين مستمرين ورا الاربعين، نبقى ثلاثة ايام اربعة نخدم زوار الامام الحسين. اللي لاحظت انه موكبكم يعني يختلف عن باقي المواكب. اليوم انتم عوائلكم هنا جاي تخدموا، من اطفال، من نساء، وعمل مستمر بدون تعب. شرف لنا، شرف لنا نكون خدمه الامام الحسين، خدمه زوار الامام الحسين، هذا شرف كبير لنا، والحمد لله والشكر، توفيق من رب العالمين. هذا موفق ان شاء الله كل عام حجي. الله يخليك. نستمر يعني ومع اصحاب المواكب ينضم
ينضم الي احد اصحاب المواكب. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حدثنا عن الخدمات اللي تقدموها موكبكم، يعني فقط طعام وشراب لو توفرون اماكن استراحه اماكن صلاه؟ لا، الزائر يجي عندنا مدلل، يطب من المنفذ الحدودي الى يوصل كربلاء مدلل، يعني شنو اللي يحتاجه وشنو اللي يريده احنا نقدمه له، مبيت، استراحه، مكان للصلاه، الطعام بانواعه، يعني موفرين له كل شيء. وجبات الطعام مختلفه، الفواكه بانواعها، شنو اللي يريده الزائر احنا مقدمينه له. اليوم يعني بعض الزوار من يجي من المنفذ يجي تعبان منهك، احتمال ما يطلع الكربلاء فيبقى بمدينه الكوت. اليوم اهل الكوت شفتوهم فتحوا بيوتهم للزائرين يستقبلوهم بسيارات. اهل الخاشيه، بالنسبه لاهل الخاشيه محافظه واسط فتحت بيوتها كلها، يعني الليليه ما يقارب 500 600 زائر بس بشارع 40 يباتون، وانا من الناس فاتح بيت مطي للزوار الايرانيين كله. هاي عائلتي واطفالي كنا قاعدين بالموكب والبيت فاتح للزوار. اليوم موكبكم منصوب بالسائد الاخر اللي هو سائد المغادره، يعني مثل ما نلاحظ ان جاي تقدمون الخدمات للمغادرين، وايضا في سائد الورود وسائد يعني دخول الى مدينه الكوت ايضا هنالك مواكب. اليوم انتم مواكبكم راح تبقى بعد الزياره للطريق الراجع؟ يعني احنا مستمرين، صار اليوم 8 ايام مفتحين مواكبنا ذهابا وايابا، الزائر اللي رايح الكربلاء ينزل يمنا واللي راجع من كربلاء ينزل يمنا، ومستمرين لحد 4 ايام مرة الزيارة لحد ما تخلص الزوار. شلون رتبتوا موضوع الزيارة؟ اليوم انتم ناد خدمون وايضا الزيارة تدعوكم، يعني انتم شلون لبيتوا الدعوة بالزيارة؟ رحتوا رجعتوا شلون سويتوا؟ احنا خدمة الزوار، يعني اللي نقدم الخدمة للزوار اهم من الزيارة، الزيارة احنا الزوار الايرانيين داخلين علينا من غير بلد، نخدمهم نكملهم نعتبرهم ضيوف الحسين، نكمل الزياره ونكمل الخدمه وبعدين نروح للزياره نزور. اليوم موكبكم نلاحظ اكو سيارات تجي، بعض الاهالي يعني يخلون سياراتهم هنا ويقدمون يعني يطبخون الاكل ببيتهم ويجون يوزعوه هنا، انتم تفتحون لهم هذا المجال انه يعني يقدمون الاكل وياكم مساعدة؟ فاسحين المجال لكل اهالينا والكل اهلنا بواسط، يعني كل اللي يجيب ثوابه الموكب مفتوح له يخدم بالموكب ويوزع الثواب اللي يجيبه. موفقين ان شاء الله العام القادم وكل الاعوام ان شاء الله. خدمة ابا عبد الله. نعم اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه، ما زلنا وياكم وشبكه مراسلي قناتنا من كل المحافظات لهذا الحدث الكبير، هذه الزياره المليونيه على صعيد منفذ رباط الحدودي. كما ذكرت لكم قبل قليل تم دخول الى حد هذه اللحظه اكثر من 2,250,000 زائر على صعيد المغادره، يعني منذ اسبوعين وموسم الزياره تم مغادرت أكثر من 600,000 زائر إيراني، أكثر من نصف مليون إنسان دخلوا وأيضا لبوا الزيارة وغادروا. على صعيد 24 ساعة الماضية تم دخول أكثر من 110,000 زائر إيراني، وعلى صعيد المغادرة تم مغادرة أكثر من 55,000 زائر إيراني. أترككم الآن أعزائي المشاهدين وشبكة مراسلينا من جميع المحافظات لتغطية زيارة 40 أبل أحرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب جلل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا وإياكم من منفذ الشلامشة الحدودي ونحن نقدم لكم هذا البث المباشر والحي من هذا المكان الذي يعج بالزوار من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباقي الدول الآسيوية الذين جاءوا ليشاركوا بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أهلا وسهلا، خلي خوش مديد. السلام عليكم. شما أشكو جاي مديد؟ من أستهرانو. أستهرانو مديد. شما زيارة الإمام الحسين. تمام شده؟ خدا توفيق. تمام شدي؟ تمام شد. سلام بر يدي إن شاء الله. جديدي در. جديدي در راه الإمام حسين. بعد كرامت كرامت بزرگی از آقا. إن شاء الله. جاي که این سفره که خانه سفره امام حسین که برای خان صوفی امام حسین که برای ما شیعان پن شده و این کرامتش که هم ما عراقی ها ایرانی ها و پاکستانی ها همه شیعان جهان این خان امام حسین پن و به سلامتی ایشالله این مسیر وصف بشه به زور و زور عزت آقا. شما جنبازی هم؟ من بله، من جنبازی جنگ؟ جنگ 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 هستم. الحمدلله. زنده باشی. انشاءالله موفق باشی. کلمه به حق مردم عراق. مشکورین و لحمه الله علیکم. شکرن. مشکور، مشکور. خدا ایشالله شکر و شاکر میشم که خدایا این مردم رو که این دارن خدمت برای امام حسین میکنن که همونطوری که امام حسین انشاءالله که جواب اینا رو بده و به اینا برکت زندگیشون بده، عزت به زندگیشون و کشورشون رو بده،
که تو این مسیر همیشه باشن و این اتحاد بین مسلمین و شیعه به اون انشاءالله اتحاد بین مسلمین عموما. علی اکبر مالک از تهران. تهران خیلی ممنون، تشکر من الشعب العراقي ويقول وان شاء الله تكون هذه المسيره مسيره وحده بين المسلمين وهي حفاء وهذه المسيره حافظ على كرامه المسلمين بحقيقه. شكرا جزيلا. مشكورين مشكورين من كل طفل صغير وكبير وشاب. إن فخر إن فخر إن فخر إن زوار الحسين من إيران من بوشور من بوشور مدينة بوشور. يعني بوشور تقريبا 500 كيلو من عك عن الحدود ونجي له ماشي منها كربلاء ما شاء الله شهر زمان هسه 9 سنين هي اللي عرف الحسين يجيب العراق حركي حسين وخاص مش ناس بيات عراق واقعا مردم عراق از شورتی از بچه از پیر مرد از پیر زن از کور خدمت میکنن. اینجا حسین میشناسی، اینجا حسین میشناسی کل مردم عراق. علی راسنه علی راسنه. شکرت من قوات الامنیه شرطه صغیر و کبیر اصحاب المواكب علی راسنه. والله الله يعودكم الله يعودكم ويتقبل اعمالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر من اخواننا حضرتك ابن اصحاب المواكب حسينيه. انا خادم للحسين ان شاء الله وانا عندنا هنا موكب نخدم به ان شاء الله بسلام. شنو نوع الخدمه اللي تقدمونها؟ ايش صار لكم هنا؟ والله انا صار لها هي الحمد لله 7 سنوات اروح واجي للزياره وهاي سنتين انا بالمواكب اخدم. نشكر من دولة الجمهورية الإسلامية العراق موفر من كل شيء. أنت من الجانب الإيراني تخدم هنا عندك موكب؟ أنا هنا أخدم بشلام. من وين أنت؟ من الأهواز. من الأهواز؟ أي أهلا وسهلا بك وأهلا الأهواز. موكبكم ايش صار لهنا؟ والله سنتين صار على الحمد لله. الله يسرك. حجينا تعال حجينا. إخوان العراقيين الخدمة موفرة إن شاء الله وهاي الملايين تجي كلها مرتاحة إن شاء الله. وندعم من الله واهل البيت يسيركم ان شاء الله ويسير كل اخواننا العراقيين ان شاء الله. موفقين. ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. حجينا شلونك؟ شلون صحتك؟ سيدنا شو اخبارك؟ شني هاجيتك من الزياره؟ نعم. سولف لي شني شفت بالمشايه؟ خدمه المواكب شلونها؟ حلوه تمام. حلوه وتمام؟ اي. تعبان انت؟ تعبان. تعبان. رايح لايران لو توك جاي؟ لا انا توي جاي من الزيارة. شلون هالمواكب؟ والله زين الحمد لله ما تضيع. لكل زوار ابا عبد الله احنا خدام لكم حجينا العزيز. الحمد لله رايح مودع. الله يخليك. ودع ودع اهل العراق ودع الحسين وان شاء الله كل سنه يعطيك طول العمر وترجع. الاف حتى امس هناك رجوع اكثر قرابه 80,000 رجوع و 30,000 ورود ووفود الى الاراضي العراقيه. هذا يثبت على انه الناس اغلبيتها اتممت الزياره والان ترجع، ولكن مع ذلك هناك وافدين ومشاعر جياشه باتجاه الامام الحسين ويرغبون بالرجوع مره ثانيه. ها الله يساعدك حجينا. كل الهلا بيك. لقاء كل الهلا بيك. تعال كل الهلا بيك. شلونك؟ دولة العراق على الراس. هنا حاكي المشاهدين على الراس وعلى الراس 1,000,000,000 نوبة مثل العراق ما يصير ولا يصير صار. الحمد لله. وتشكر من عدهم بخدمة الحسين أمير المؤمنين العباس إمام موسى الكاظم إمام الهادي حسن العسكري. شلون عزوبية العراق؟ عزوبيتهم عزوبيتهم بالمية 100,000. ماكو بالدنيا كلها لو تدور الدنيا كلها ما تلقى فرد نقطة مثل العراق. مثل عزوبية العراق. عزوبيتهم وأهلا وسهلا. العراق قاموا بالواجب ما قصروا إن شاء الله. بعد إن شاء الله ماكو مثلهم ليس. كم مرة صار لك تجي هنا؟ أنا هسه 28 نوبة جيت. 28 نوبة؟ إي ما شاء الله. إي 28 نوبة مثل هسه أحسن من كل بعد. الحمد لله. أنا متشكرين من عندكم النساء والزلم والجهال الشباب كلهم. الأجهزة الأمنية الحشد شلون وضع الطريق؟ الطريق حلو بس شوي هذا اكو الجراجات شوي تراب خلي يعدلونها. تراب بس تراب. اي بس تراب زوار الحسين. هذا هذا تراب زوار الحسين عليه السلام. نشكر من عندكم والله يديم العراق ودولة العراق وشعب العراق ونتشكر منكم من اول لما عدلين نتشكر من عندكم. الحمد لله. نعم الله عليكم. ان شاء الله ان شاء الله سنه على سنه ان شاء الله يصير العلاقات تقوى ما بين البلدين ما بين الشعبين. الله يحفظ السيستاني ان شاء الله. الله يحفظ خامنئي الله يحفظهم جميعا. دولة العراق دولة العراق نشكر منكم 100,000,000,000 نوبة ان شاء الله. نشكر نشكر
نعم الله عليكم. نعم الله. ان شاء الله ان شاء الله ماجور ان شاء الله. اجرنا واجركم ان شاء الله. ان شاء الله كل عام نشوفكم ان شاء الله. حبوا الحسين يجمعنا ان شاء الله. يجمعنا يا بعد قلبي ومشكورين. شو توجه رساله للعراق للشعب العراقي وانت الان زرت وكملت؟ اي والله الحمد لله والشكر. بالنسبه للشعب العراقي ما عندي اي رساله لان يعجز الكلام عن هذا الشعب الطيب الشعب الكريم الشعب الخلوق حامل أخلاق الحسين. الحمد لله. الحمد لله والشكر. مشكورين على العزوبية، مشكورين على كرم الضيافة، مشكورين على كل شيء سووه للزوار، وشكر من أخوانهم الإيرانيين إلى أخوتنا العراقيين، ونبقى واحد بحول الله وقوته إن شاء الله. يا حبيبي شوفك عمرك فرصة سعيدة يا قلبي. نبقى وياكم بهذا الطريق، طريق مليء بالمشاعر الجياشة تجاه الإمام الحسين والثورة الحسينية وتجاه هذه الخدمات التي تقدم، هذه العزوبية والكرم العراقي المنقطع النظير في العالم. لابد أن يشهد العالم هذا الحدث المهم وهذا المهرجان الإلهي الذي اختص به أهل العراق الذين قاموا بواجب الضيافة على أحسن ما يرام. ابقوا معنا ونحن في طريق الحسين. لبيك يا حسين. ان شاء الله ماجوره بميزان حسناتك مام. الله يحفظك. شكرا لك. ابو رتال هو ابن حضرتك. اهلا وسهلا يا ابي. تعالي امي تعال تقدم. ما الله وديها. ما تتعب تودي الحج؟ لا لا ما ادري. كل سنه تودي؟ ايه الزياره كل سنه. اي نعم اوديها. وهي كرسي وتحتاج لها عنايه خاصه. ما تتعب؟ لا لا ما اتعب. ايوه احنا خدام هنا الزوار. حجي الحجي هم يوديني. يا هلا بالحجي. يا اهلا وسهلا. الله يحفظكم ويخليها لكم رغم المعاناه وهذه ما تقطعون من الزياره. اي والله ابد ما انقطع من الزياره. ووديها هسه بالزياره الكربلاء اغسلي لها واجيبها. والله مريضه كل عدها ان شاء الله شفاء وعافيه لها. كل سنه تروح. ان شاء الله يوفقك. كل سنه. ايش تعني لك زياره الامام؟ اوف ابو عبد الله ماكو من عنده زيارته ما حد يشبع من عنده ولا حد يمل منها. زيارة أبو عبد الله دول للإنسان والله العظيم. إن شاء الله ميزان حسناتكم. الله يخليك رحمة الله. إن شاء الله. شكرا لك يوم بالسلامة إن شاء الله. الله يحفظكم. احنا خدام الحسين إن شاء الله وكل سنة وبخير إن شاء الله. رحمة الله وديك. الله يخليكم بالسلامة. الله وياكم. الله وياك يوم. الله يحفظكم. خلينا نشوف بعض الزوار أيضا. طبعا ورانا موكب حتى ما يكون أنا أوقف بالطريق أكيد مستمرين. السلام عليكم يوم. تعالي يمي تعالي تعالي يا هلا. كم تعبانة؟ لا إن شاء الله. شلونك؟ خير الله يسلمك. صارش كم يوم تمشي؟ والله أنا مشيت 15 يوم من البصرة. إيه؟ ورجعت لأهلي بالصويرة. إيه؟ ورجعت للإمام هسه لرجلي زيارة. وجيت من البصرة مطلوبة. زين شال على قلبك ليش هيك هذا؟ خب بعد ما أقعد بالبيت أبد. ما شاء الله يعني والله. ما تعبت من لا بعد رجعت للبصرة ورجعت للبيت ورجعت ردود للحسين. ما أقدر أقعد ما شاء الله. الله يسلمك. زينب العاصي الله يقوحين. الله يخليك خالة على قد نيتك. الله يسلمك شعين. الله يسلمك. شنطات الإمام الحسين تمشين الطاني ترجعين ورجوع للبصرة؟ الطاني رحت للبصرة سبع ساعات ونص. الطاني مراد شنطات تعيين طلبت منه والطاني. ما شاء الله. والله العظيم مو من وراني وجد سبع ساعات ونص الطاني مراد. ما شاء الله. الطاني وقلت له جيك من البصرة وهسه على الطلي ماشي بالله. والله العظيم. والطاني ورحت للبصرة وجيت مشي 15 يوم. توني جاي. الله يسلمك. ومجاي نعازة زينب والله. الله يسلمك. غليل والله. والله غليل. الله يحفظك يوم نسألك الدعاء. إن شاء الله. بعد أنت بلاد سويدك. الله يسلمك. السلام عليكم. من الأمور الصحية اللي موجودة المفارز بعض المواكب هم متطوعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا نعزي صاحب العصر والزمان والأمور الإسلامية مناسبة معنية الإمام الحسين. احنا مفرزة طبية موكب جواد الأئمة، مفرزة تخصصية كادر كامل متخصص من وزارة الصحة. زين عمل عن خدمات وزارة الصحة خلال هذه الزيارة. لا احنا بالنسبه لنا تطوع يعني احنا كوننا منتسبين وزاره الصحه بس احنا تموين ذاتي يعني على حسابنا. اي بس احنا بس هي الوزاره ايضا خصصت ما احنا بالنسبه لنا ما مشاكل بالوزاره. اه تمام. طيب تقدمون كل الخدمات؟ كل الخدمات نقدمها. عندنا كادر مختبر علاج طبيعي
نظام شفتات عندنا خلال 24 ساعة احنا مفتحين. وصلتكم حالات معينة؟ جدنا حالات اسعافات نقلت لنا يعني امرجنسي، اغتها الطوارئ عندنا، اغتها كاملة ومتكاملة، مونيتر عندنا، اجهزة الضغط عندنا، اجهزة السكر عندنا، مفرزة متكاملة ما شاء الله مأجور. ما حد يتدخل بينا، ما حد له علاقة بينا، عندنا كادر تدليك ومساجات وكل ما شاء الله مأجورين. تفضل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل. أنت دكتور بعد، شو يعني لك زيارة الإمام الحسين؟ زيارة الإمام الحسين عليه السلام يعني ما توصفها الكلمات، لأن هي فاقت الإعجاز وفاقت كل التوقعات، وأنتم مثل ما تشوفون ما موجود هذا المهرجان بأي عالم بأي دولة من العالم. طيب خدمة الإمام الحسين بين الطب والإمام الحسين، البعض يشوفه يقول دول متخلفين، ضايع عاداتهم وتقاليدهم مو صحيحة، شو تقول لهم أنت؟ وأنت بهذا التخصص جاي خادم للإمام. اللي يعني عادي أهل البيت عليهم السلام يحب يقول هو اللي شيء اللي يريده يوصله، بس إذا يجي يزور هنا ويشوف الخدمة الإنسانية اللي إحنا نقدمها للزوار وبدون مقابل مجانا وتبرع من عندنا بدون تدخل أي جهة رسمية أو غير رسمية، يقول العكس إن شاء الله ونوصل الفكرة. إيه إن شاء الله إن شاء الله مأجورين إن شاء الله. السلام عليكم دكتور، شلونك؟ تفضل هنا يمي، مأجور إن شاء الله. الله يحفظكم سيدكم. الخدمة والله بخير وعافية والحمد لله. لا بالعكس، إحنا حقيقة إنه يعز علينا مخورين أنه الأيام اقتربت نهاية الزيارة، ولا بدنا بصراحة نبقى نخدم زوار الحسين، هذا إنه شرف عظيم، إنه شرف عظيم والحمد لله والشكر. تشوفين ما شاء الله الأعداد خير من الله، بصراحة إحنا في يوم اللي نريد نعود للديار شوفي الأعداد تكثر سبحان الله، بس إحنا بعد الطاقة الموجودة ما تروحون للزيارة إن شاء الله. نعم الحمد لله والشكر، نكمل إن شاء الله ونذهب للزيارة. لا حياتك انطاك الامام سلام الله عليه فد موقف صار لك ويا الامام الحسين؟ والله يعني سبحان الله، هي مجرد خدمه الحسين سلام الله عليه، يعني انا استفاد من عندها اكثر شيء حقيقه معنويا قبل ان تكون ماديه، لان زياره الحسين او طريق الحسين طريق تكاملات النفس، فاني استفاد شيء معنوي حقيقه بالنسبه لي وبالنسبه لجماعه الزوالين، هم جايين لخدمه الحسين والإرضاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. الحسين سلام الله عليه طلع لإرضاء الله عز وجل، فإحنا من اللي نخدم هذا الشيء المعنوي نستفاد من عنده أكثر. خدمة الحسين هاي الحالة الإنسانية، تشوفين سبحان الله في أيام الحسين الإنسانية يعني تطبع على جميع الناس، شوفين حتى الإنسان إذا صير مشكلة كنا رأسا تنحل، ما في يوم شنو مثلا صارت يعني مشكلة كبيرة رأسا تحل، الناس كلها مودة وعناية إلهية سبحان الله. إيه نعم زين، بالإضافة إلى الأمور المادية إن الله سبحانه وتعالى أنه أنذر أو أطلب من الإمام الحسين سلام الله عليه أنه هاي السنة أنه الإمام الحسين محتاج في أمر معين شخصي اليوا وعائلتي أو أحد أصدقائي، سبحان الله أنه الحمد لله والشكر تقضي الأمر، وأنه ننذر أنه السنة الجاية أنه نزيد ونكثر بخدمتنا الإمام الحسين سلام الله. ما شاء الله، الله يعلي مقامكم ويقضي حوائجكم. الله يسلمك، شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم يا أبي. السلام عليكم. مأجورين إن شاء الله، تفضلي هنا يمي. الله يبارك فيك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، نعزي صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي أجمع والعالم جميعا إن شاء الله، بذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. صار لكم أيام على هذه الخدمة، ما تعبتوا؟ مبليتوا مثلا؟ صار عندكم تكاسل معين؟ لا بالعكس، إحنا هذا يعني اليوم تقريبا يوم التاسع إحنا متواجدين، ماكو أي تعب وأي ملل، رغم صعوبة الأجواء، الجو حار والكهرباء ما متوفرة والماء ما متوفر بصراحة، بس كل هذا نحن نزداد عزيمة وقوة وإصرار على تنفيذ خدمة الزوار أبو عبد الله. أعداد هائلة قد ما توفر ميكف، أعداد هائلة ملايين. أكيد أعداد هائلة، يعني يوصل أعداد إلى 20 إلى مليون أو أقل أو أكثر. أمس كان 21 مليون، السنة ما أعرف بعد. هي في موسم الحج يكون العدد 3 مليون، واستنفار كدولة دولة بأكملها ما تغطي. أما هذه فيه بصراحة يوجد بركات، ويوجد لأنه هذا زيارة الإمام الحسين هي من ضمن أيام الله، الله سبحانه وتعالى خلى أيام للإنسان للمؤمن
يكون له عبرة بها ويأخذ الدروس من عتها. هذه زيارة الإمام حسين من ضمن أيام الله. أنت شو أخذ الدرس؟ درس ثلاث دروس. الدرس الأول هو قبل زيارة الإمام الحسين وهو كيف أستعد إلى هذه الأيام. الدرس الثاني في أيام الخدمة، خدمة أبا عبد الله الحسين زوار، بأنه أنا إذا تعرض لي شخص أسائلي كيف أرد عليه؟ أرد عليه بالإساءة أو بالنصيحة؟ أكيد المفروض أسوى لي رسول الله وآله أكون يعني أجازي أنصحه، أقدم له نصيحة. الدرس الثالث وهو المهم بعد انتهاء الزيارة، كيف تكون حياتي في عائلتي، في جيراني، في عملي، في كل مجال حياتي، لكل حياتي، إلى تكون كالوقوف اليوم، يعني مو الأربعينية، كالوقوف في عرفة. في عرفة من يخلص الإنسان من أعماله يرجع كيوم ولدته أمه. اليوم الأربعين والعشرين من صفر المفروض بي أنا أخذ عبرة وأخذ درس وأخذ عزيمة بأنه كيف أخدم وطني وكيف أخدم الإنسانية جميعا. لأن الحسين هو رسول سلام إلى الإنسانية جميعا. حياة، سين سلام وصحة وأمان وعبرة للعالم كله إن شاء الله. يا محمد سنتم بارك الله بجهودكم إن شاء الله بميزان حسنات الله يحفظكم. من عنده قصيدة يشارك؟ السلام عليكم. عظم الله لكم رياض المصاب الجليل. قصيدتي للسيدة رقية سلام الله عليها. عمي شو هذا الشمر بهدوم دم بدراس واقف باب الخيم راس من هذا يا عمي شايل ويسيل دمي من طلعت من المخيم شفت قدام الشمر شايل الراس بشفوفي والدمع مني يصب خفت من شفته يا عمي وجيت اقيلك بالامر عم عطر الراس اشمي هذا عارف ان العطر مو غريب علي يا عمي تري عطر ابويا وجنت اشمي بمن حري هسه شو بالراس شمي شايله ويسيل دمي. السلام على سيدة رقية، السلام عليها وعلى الإمام الحسين سلام الله عليه. بارك الله بيكم، الله يحفظكم ميزان حسناتكم. سولف لي الله يحفظك. أنا من بغداد الحسينية مرة جديدة. قارئ؟ نعم قارئ. من 2009 بديت بهذا المنهج إن شاء الله باقي بي سنة على سنة تطور إن شاء الله. إن شاء الله باقي لحد نهاية عمري إن شاء الله. إن شاء الله حد ما الله يأخذ أمانته أنا باقي على هذا المنهج. ليش باقي على هذا؟ بعد هذا منهج الحسين، بعد هذا منهج أجدادنا. يعني الحسين سلام الله عليه رسالة، رسالة وإن شاء الله إحنا من مساعدين الرسالة إن شاء الله. إن شاء الله سيدنا مأجور الله يحفظك. أحسن سيد. عليكم السلام ورحمة الله. مأجور ان شاء الله، احكي لي مشاعرك اليوم. والله الخدمه ما تنوصف. وانا عندي ابيات اريد اقدمهن. لسان حاله المواكب. هلا وميت هلا بزوار ابو اليمين. هلا وميت هلا بزوار ابو اليمين. كل زاير يجينا نقدمه ونخدمه. ما نسأل علي ما نسأل علي من يا بلد اسمه ونقل له تفضل ونقل له تفضل يا عيون ونقل له تفضل يا عيون ونقل له تفضل يا عيون جور رحم الله والدي. كمل ايش عندك بعد؟ يا زاير بينا بور يا زاير مر يا زاير بينا مر لا تعبر الموكب سنم تانين احنا لجيتك نحسب. لسان حاله المواكب. سنم تانين احنا لجيتك نحسب كل شي تريد عدنا محضري شي تحب. الله
كل شي تريد عدنا محضري شي تحب اخوتها عمها خلينا نخدمك مربينا خلينا نخدمك مربينا خلينا نخدمك مربينا خلينا نخدمك حسين الله عليكم حسين يا حسين الضعن شفت الشمر ساقه ومربي وشوف على القمر شابيح ومر بي أخوي شلون أوصل له ومر بي ومر بي الزلم والخيل كلها تحيط بي يلا وانا فدوا روح لكم الزلم والخيل كلها تحيط تحيط بي موفقين ان شاء الله احسن طيب الله انفاس قناتكم والله يتقبل منا ومنكم ويحفظ الزوار ورجعهم سالمين بحق الحسين اي أيوة والله ان شاء الله تتعب يقول لك لا تروح شلون هذا يقولوا لك لا تروح من امه اي واحد يقول لك لا تروح شدك رايح لي مال لا هذول الضوج عليهم الما يجون يزورون والضالين بالبيوت لا احنا بعد كل ملو بعد ظرفه بس انا اقول لك تعرف المعادي من يقول لك انت شعدك رايح المن رايح احنا حربنا مو بس اللي بالبيوت حربنا سوشيال ميديا حربنا فيسبوك حربنا تعليق على فيسبوك يقول لك شعدك رايح شو تقول والله هاي الخدمه ما تنوصف والخدام موجودين وامان وخير من الله وانا انصح كل الدول تجي للعراق تجي للحسين لبيك يا حسين اللهم عجل وليك الفرج موفقين ان شاء الله خينا ابو عبد الله ان شاء الله ماجورين ان شاء الله احنا مورانا ممكن السلام عليكم أنا من بغداد آجركم الحسين إن شاء الله وآجرنا إن شاء الله إحنا أنا أشتغل بمليار مو أجور يومي بل كان نريد توصلونا صوتنا للرئيس للدول رئيس الدولة الآن أجورنا قليلة 150 ألف إن شاء الله أنت راح على الحسين إن شاء الله مقضية هاي السالفة إن شاء الله وصل صوتك رحمة الله وديت يوم بالسلامة السلام عليكم تعال يوم مأجورة إن شاء الله مأجورة تلطمين وشايلة راية إن شاء الله سلام على الحسين سلام على أصحاب الحسين سلام على أولاد الحسين سلام عليك من ناصرك يا أبا عبد الله رحمة نعت الله أمة قتلتك ولعنة الله أمة ظلمتك ولعنة الله أمة سمعت ورضت بهذا يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت من الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنزك الجانس بأجناسها ولم تلبسك من ذلة أثيابها أشهد أنك كنت من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك نور الله في الأرض وفي السماء أشهد أنك باب الله يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته عليك السلام عليك على أخيك أبو الفضل عباس حامل لوائك واشغل وفاطمة واشغل على زينب الحوراء بطلة كربلاء السلام عليك يا زينب الحوراء السلام على جاين عازيك رحم الله والديك رحم الله والديك جاين عازيك يا زينب جاين عازيك ان شاء الله تسمعنا زينب واصله ادعي لي بالعافيه ان شاء الله 20 سنه اجيك مشي اجل الحسين مشي ان شاء الله سلام عليك يا باب الله سلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء حبيبتي مأجورة إن شاء الله توصلين بالسلامة يا ربي وأجر وعافية حبيبتي أجر وعافية وتطيج مرادك السيدة زينب سلام الله عليها أكيد مستمرين وياكم أحبة المشاهدين بتغطيتنا المباشرة بناتنا تفضلوا سلام عليكم مأجورين إن شاء الله شنو عندكم من كلمة من خدمة من تعزية تفضل ياب سلام عليكم لا تستحون هاي خدمة للإمام الحسين قول بعد انت ليش جاي إن شاء الله لا والله مشي حلو إن شاء الله وخير من الله المواكب الحسين يعني قضية الحسين بقلوبنا الحسين ضحى في سبيل الإسلام يعني الحسين فد شيء كبير يعني الحسين يفوق الوصف يعني جيل الجيل
جيل اجدادنا وابهاتنا وهاي واحنا جينا ولاح الروح وطننا ملحي يكون على مسير الحسين. والله يعني زياره نعمه خير من الله شفتها يعني العالم. اليوم صار لي يعني من ذاك اليوم لهاليوم يعني صار لي 15 يوم بغداد ترى الجر تدريني ولا عالم تروح عالم تجي عالم تروح وبعت ترى وبعت العالم الجر ترى هسه مو مواكب لها الشيء وباكر ماكو زوار ان شاء الله خير من الله والله يوفق جال حسين الشهيد وان شاء الله يبعدنا من ذول الناس المجرمين ان شاء الله. الله يحفظ أيوة. العراق واهل العراق يحفظكم. تعال يلا ماجور توصل بالساعه تفضل هنا يلا تفضل يوم شلونك ماما ماجور ان شاء الله يلا شنو عندك قول ده. يلا تفضل. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وبكل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. حفظك المهدي إن شاء الله تكون من أنصار الله يحفظك ماما. تفضل يوم السلام عليكم مأجورة إن شاء الله. شلونكم ما تعبانين؟ العافية حبيبتي. سولفيلي ليش رايحة للحسين؟ تعال يم. لا الحمد لله وشكرا. ليش رايحة للإمام؟ لازم احنا نروح للإمام. ليش لازم؟ إن شاء الله سنة على سنة إن شاء الله نصعد وأحفادنا وجهاننا. يعني من جيل لجيل. نعودهم هذا شوية هيك على الكاميرا. يعني حفيدي دا أجيبه وياي. يا عيني مريض بيدك كان. إي والله مريض يتخربط يوم صار له والله. إيش فيك ماما مريض؟ والله صار لي يومين ما ماكل. صار لك يومين ما ماكل؟ صار داعم مع المسيرة مع الحسين أول مرة طالع. يعني هو طالع يطلب الشفاء من الإمام الحسين. الحمد لله. هو مريض. أي الحمد لله والشكر. وإن شاء الله سنت له خجيب بعد أجيال صغار. أنتوا خجلتونا بهذا الشيء. لا في دول لك واحد مريض وطالع. لا أنا عاد سيدة زينب. إن شاء الله سيدة زينب توقف ليك. وهذا حبيبي شي طيب ان شاء الله. احنا اكل مي وشرب وناكل وهي شلون جدي؟ شلون جدي؟ احنا ندخل على المواكب. اي ندخل بالمواكب نغسل ونبدل وناكل الله يساعده الله يساعده. جدي هي والروس يوم. الحمد لله. الحمد لله والشكر. الحمد لله على هاي النعمة الموجودة. الحمد لله الحمد لله الله يستر عليكم. فدوى الحلقة. الله يشافيك ماما. يا حبيبتي عمري. ان شاء الله اشوفك يوم كل شيء ما بيك ان شاء الله السنه الجايه ننتظرك هنا الله وياكم مع السلامه. تفضل تفضل يابا السلام عليكم الله يحفظكم. تعالي انت زائره من وين؟ ما اشوفك من بغداد الدوره. صار لك كم يوم تمشي؟ 4 ايام. فما تعبانه؟ لا كل شيء بدال الحسين. خامس علمي ما شاء الله صغيره ولا ما مبين عليك. طالبه النجاح؟ النجاح والشفاء. شنو بعد؟ هو نجاح والشفاء وربنا يخلصنا ويستغنى. يعني انت ليش الشفاء مريضة؟ لا هو مو مريضة بس ماكو واحد ما يمرض. الشفاء مو إلي. اهلي تدعي؟ ايه جدك الله ان شاء الله يعطي الصحة والعافية ويا من تمشي. انا وماما وخالتي. اي واجيت هنا للامام الحسين مثل ما تشوفين يعني الناس. شلون شفت الطريق؟ حلو الطريق؟ شنو حلو ما بيتعب ودا نشوف يعني الناس تخدمنا وهاي. يعني مرات افكر اقول له هذول الزوار واهل المواكب موجودين قبل من الامام الحسين عليه السلام. قال هل من ناصر ينصرنا؟ ايش راح يصير؟ ف شويه تاثر انا يعني. طبعا طبعا نتاثر ان شاء الله احنا الناصره بجدك واجتهادك ونجاحك. ان شاء الله اشوفك باعلى مقام ان شاء الله. هنالك ناصرين الامام ان شاء الله. اللي دخل الامام فخور بي ان شاء الله. حبيبتي ممنونه لك الله يحفظكم. تعال تعال. هاي صورة من؟ صورة بيبيتي هاي. ليش ما اخذ صورة؟ ها صورة مو هي 14 محرم توفت. هي رادت 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 تروح للدفنة فضاجت على الدفنة وما راحت منها مريضة وهاي فثاني يوم توفت. والله على الحسين على الحسين توفت يعني يوم ضايجة لأنه ما راحت للحسين. اي والله هي قالت نروح هاي السنة انا وياك مشاية. ما راحت ماتت فالحمد لله والشكر. هي جتنا بالطيف وقالت اني ويا الظعن فانا كتبت كل سنه مشايه كل سنه مشايه وهاي السنه ويا الظعن اني. هي تقول هي قالت انا ويا الظعن يا ابو عبوبه تعال رجعينا بالطيف. هنا قالت لا انا ويا الظعن ان شاء الله ويا الظعن ان شاء الله الحسين يشفع لها.
اي والله كل شيء مرض. ايوه تشفع عنا بعد. هي تشفع عنا هي ويا هي يعني هي 40 سنه تمشي 40 سنه يعني بزمن الطاغيه صدق. نعم نعم طلع صحيح. اي والله العظيم تمشي سوالف تمشي هواي سوالف بس تعب. انتم بعد بقيتوا على نهجها. اي والله هاي السنه انا جبت صورتها وجهت. اي والله انه بيبيتي عسى واحبها. تروح لها باربعينها تقول لها رحت مشيت. هي بعد مو ما صار لها هواي بعد 10 ايام ما طال على 40. اي بعد 10 ايام هي ال 40 مالتها وان شاء الله اروح لها واقول لها ان شاء الله وتقول لها قول لها يدري هو بعد هي وتدري ان شاء الله هي تدري تحب الحسين هي ان شاء الله. احنا نحب الحسين دعمه مأجور رحم الله والديك. انت 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 الجيل القادم ما شاء الله عليك. نعم ما خلفت هي ونعم الحفيد ما شاء الله. الله الله يحفظك. الله يحفظك. مشكور الله يحفظك. يلا تفضل شو عندك تقرا قصيده للامام عبد الله الرضيع. وديت لك امك سلام ما نايم وتو انا ابني وعرف لو بيستيغفى لطول من وديت لك امك سنان كوني بمجاني لو ميتاني رضيت وديت لك امك سنان. عاش صوتك الله يحفظك يحفظك الحسين عليه السلام. تفضلوا يا ابو شاركون ويانا تعزيه شعتكم. اكيد تعزي الامام المهدي اليوم لو لا شو تقول انت؟ اي طبعا طبعا هاي خدمه الامام الحسين. احنا من نخدم الامام الحسين شيء فخر من نخدم ابو عبد الله شيء كلش حلو من نخدم ابو عبد الله. لك ايش قد تخدم؟ صار لي تقريبا 7 ايام اسبوع 7 ايام. ها لا ابد شلون اتعب وانا اخدم زوار الامام الحسين. انا اخدم زوار ابو عبد الله. هذا ابو عبد الله الضحى على مودنا خدمه وخدمه ابو عبد الله كلش حلوه. من اشوف الناس تخدم ايش قد افرح. ويعني صار تبعت خادم ان شاء الله ان شاء الله دائما خادم الحسين. شكرا لك. تفضل يا ابني تفضل هنا يمي هسه ماما لا تزعل عليها تاخذك. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه باستشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. إحنا موضوعنا طريق الإمام الحسين طريق الأحرار وطريق الثوار. المفروض نختدي بالإمام الحسين بالسير يعني من ناحية الأخلاق. أخلاق الإمام الحسين صلاة الله عليه يجب الإنسان يتمثل بالإمام الحسين. يعني مو بس يمشي يكون يلتزم بصلاته يلتزم بالنظر يلتزم بالأخلاق يعني بأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم. أكو البعض البعض بس احنا مو بوقع احنا مو بلحظه انتقاد احد بس اكيد ان شاء الله كلكم عامرين بجاه الحسين سلام الله عليه. يحفظكم الاخلاق للجميع ان شاء الله تكون اخلاق حسينيه زينبيه. شكرا لك يا يابا الله يحفظك. السلام عليكم ماجور. انت ليش زعلت انا اخذ اللقاء وياك شو تريد تقول؟ قول انا اريد اقول امس على الامام الحسين ان شاء الله اطيب. يا عيني شنو بيك؟ بيا ودي سامه. هاي صار لك ايش قد؟ هاي 7 سنين. يا عيني انت ويا من ماشي؟ ويا ماما وحاطي واختي. فانت طالب الشفاء من الامام الحسين؟ ان شاء الله يشفيك بحق الحسين بحق عبد الله الرضيع. انت بعد ادعي بس اوصيك حتى انه انت تطيب. وقت الصلاه تروح تصلي. انا انت ما اريد اصلي ما 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 بي حيلتهم. شلون؟ ما بي حيلتهم. قول لا قول استغفر ربك وتعوذ من الشيطان روح توضى وصلي. وادعي الامام بالصلاه بان شنو يطيبك ويشافيك وان شاء الله تطيب ان شاء الله. تشوفنا السنه الجايه هنا وش تقول؟ قول انا طبت. شكرا ماما الله يخليك. اكيد احنا مستمرين بمنطقه اخرى من الشلامته مع كاظم الحاوي خليكم وياه. الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم
وهذا البث المباشر من الشلامشة، ونحن مستمرين وإياكم عبر شبكة الأيام التي تنقل إليكم هذا النقل المباشر عبر مراسليها من كل مكان، بيا بيا، عبر مراسليها في كل محافظات العراق. بيا 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 بيا. السلام عليكم. شتوري خوب إن شاء الله. شما زيارة قبولة إن شاء الله. ممنون ميرسي. أشكو جاوب مديد. هس خرمشهر النجف. خرمشهر. 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 تو نجف. أحسن. زيارة شتوري. خيلي خوب. خوبه. خيلي خوب. خوب شد. خيلي خوب شد. علي. شو كلمة برأي ملة العراقيين؟ مي قويد. برأين خدمات. برأي خدمات، برأي موكب. خيلي زحمات كشيدان. ماكو زحمة إن شاء الله. كرام. نقاكم نقاكم بمن نقاكم. خلاص. بنشكم بمن نقاكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يساعدك. الله يسلمك وحفظك. رحم الله وديك. شلون تنظر إلى خدمة المواكب وأنت رجل صاحب موكب الآن وصار لكم سنين هنا، كيف تنظر إلى خدمة المواكب وما يقدمونه وهذا الشيء الفريد اللي موجود للشعب العراقي؟ والله هي خدمة عظيمة هاي، طبعا احنا دائما نذكرها. اقول الامام الحسين عليه السلام لو بغير بلد ما كان اكو هيك، ولو ان شاء الله الاسلام موجود بكل مكان، بس خدمة زوار ابي الاحرار ان شاء الله ما قصروا كل المواكب. يعني اكو ناس انا سألتهم 100,000 ما يتمكن بجيبه، فهاي 100,000 صارت له مليارات، صار له 60 يوم يخدم. الزيارة طبعا مليونية، انتم كلكم جاي تعرفون، مو بالآلاف، لو بالآلاف نقدر نعتهم، بس ملايين، كأنه موسم حج، ملايين طبعا صحيح، وستين يوم زين، هم مو 3 ملايين داخلين انه. نعم زين، احنا الان عندنا 20 مليون. نعم من العراق ومن خارج العراق. صحيح. ها نعم 20 مليون. نعم زين، اكل شرب اسلو على بيضة بيضة، هم يراد لك ما ادري كم مليار. صحيح. هاي الامكانيات تقدر الدوله، اي دوله توفرها؟ ابد مستحيل. اي دوله اسلاميه أبد توفرها؟ ابد مستحيل. فلذلك اريد اذكرك، هاي الفزعه مالت الشعب العراقي الان، فزعه الكرم والخدمه للامام الحسين عليه السلام، اكو منها مثيل بالعالم؟ ماكو، مستحيل. يوميه جاي يدخلون على منفذ الشلامشه الحدودي ما يقارب 120 الى 150 زائر. زين. والمواكب اللي متواجده 150,000 زائر طبعا يوميه. نعم. للعلم، والمواكب اللي موجوده معدوده، يعني ما توصل 30. انت قول هاي شو يجيبون خزانات؟ يعني لو خزانات هم تخلص صح لو لا؟ ما شاء الله. بس جاي تزداد ومستمره الخدمه 24 ساعة مستمره ليلا ونهارا. خليك وياي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله اعمالكم. الله يحفظك حبيب قلبي. الله يخليك عزيز. السلام عليكم. شلون صحتك؟ شلون هالزياره؟ الحمد لله. الحمد لله، نعمه من الله. والله والله يعني انا ساكن بالدريسيه غضاء الشاذقان ان شاء الله الفلاحيه. والله والله متوفره الخدمات، متوفره الامنيه، متوفره من كل النظر اللي تنظر للطعام، التوزيع، الخدمة موجودة، خدمة الحمد لله والشكر. شلون ستوجه كلمة للشعب؟ يعني والله جزاهم الله خير الجزاء، يحفظهم الحسين إن شاء الله بعينه إن شاء الله. إن شاء الله. أي والله. أي والله عندي فرد قصيدة إن شاء الله. إذا هست ابن من فطار قلبي وكبدي ذاب لولا الله، صارت سلوة الونة عليك روحتي ولا لولا الآه وولا قلبي فطرة الونة عملت كربلا ما كان خلت يلتقى منه، تقول الناس صبر أيوب لا دون ولا عنه، هو بلوى فرد بلوى وانا عشرة مثل بلوى. إلهي إلهي بحق الحسين احفظ شعب العراق واحفظ كل ناسه. الله يطول يا بعد قلبي. الله يحفظك سيد السيستاني، تاج على الراس. الله يطول عمرك يا بعد قلبي انت. ومن اعمارنا على عمره. الله يحفظك. عين انت يا بعد روحي. عين انت. يعطيكم العافيه. شنو رايك بهاي المسيره العملاقه اللي تتكرر كل سنه وفضلها على العراقيين وعلى المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المسيره المليونيه الله يحفظهم، هاي تعني المجد والخلود للامام الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. لولا هاي الخدمه
والمشايخ هاي وتضحياتنا لما ثبت الدين ان شاء الله. ولكن دماء الحسين ثبتت هاي الشعيره المباركه. اللهم يحفظكم ويتقبل اعمالكم بحق محمد وآل محمد. الله يحفظكم ان شاء الله. حجيه تعي هنا الله يخليك. تفضلي هنا. شلونك؟ تقبل اعمالك؟ بعد قلبي. طيب ان شاء الله. اشوفك صنيتك وتفترين. بعد روحي. ايش صار لك هنا تخدمين؟ والله اخدم. سنه تخدمين هذا؟ اخدم ما اول ما مدت المشايه. يعني سنين صار لك؟ اي سنين ان شاء الله. هناك تخدمين؟ اي اخدم على المشايه وعلى الطريق واخدم. امال انت؟ أم محمود بعد قلب. حياك الله أم محمود. بعد روحي. أم محمود وين أنت؟ بالبصرة. بالبصرة. حياك الله أم محمود. بعد روحي. سولفي لي شنو تعبر لك هاي الخدمة والله اللي قاعد تخدمينها؟ هاي الخدمة. تقربي بها السيدة هاي الزهراء. هاي للزهراء. سيدة زينب. والسيدة زينب. إي. ولأبو السجاد. سلام الله على أبوك. سلام الله عليه. ويحفظكم. ويستر. ادعي العراق الأمان والتوفيق والستر والعافية. وشو تقولي للزوار جاي يجونكم؟ كل الهلا بيهم. الزوار. اهلا وسهلا من بعيد ومن قريب. مستمرين على هاي الخدمه؟ اي والله استمر اذا انا موجوده وعاد لا استمر على هاي الخدمه ان شاء الله. وان شاء الله يحفظ العراق وشعب العراق ولامه ويحفظ الاسلام بعد قلبي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بيا 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 فرمه بيا 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 فرمه خليك. شلونك؟ شلون زين؟ السلام عليكم. ممنون. فارس. فارسي؟ أري. شتوري خوب إن شاء الله. سلامتي خوش هستي. زيارة قبولة. ممنون ممنون ممنون. أصلاً عالي بود. شما الآن آمدي يا من برگشتم از زيارت برگشتم واقعا عالی بود. عالی بود. خدماتی که انجام دادن، چیزایی که انجام دادن واقعا خیلی خوب بود. ما از مردم عراق بسیار بسیار راضی هستیم. خداوند کمکشون کنه. راضی من الخدمه اللي قدمها الشعب العراقي. نعم. نعم بیا بفرم. بله واقعا زحمت کشیدن مردمان خیلی خوب. دو کشور برادر، دو کشور مسلمان در کنار هم میتونن کارهای خیلی خوب انجام بدن در تمام زمینه ها در تمام. من به عنوان یه فرهنگی اینو دارم میگم که واقعا یک میتونن دو کشور درست و در منطقه عالی باشن ان شاء الله. نحن بنقول الدول ان شاء الله صداقه دائمه ما بين العراق والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. نشكر الشعب العراقي على هذه الخدمه منقطعه النظير. نتمنى ان تتواصل بارجوي استمرارين علاقات وصداقات ما بين دو كشمار ويعني علاقه صداقه ما بين الدولتين. وهذه الثقافه ثقافه الامام الحسين ان شاء الله تستمر وتعم كل دول المنطقه بفضل الجهود اللي موجوده ما بين الدولتين ان شاء الله. شو ماسكو جاي ومديد؟ من خوزستان بهبهان. بهبهان. بله. بفرمه؟ بفرمه. خيلي ممنون ان شاء الله. احسنت احسنت. خوش. نرجع الى صديقنا العزيز. سيد باسم. عندك سيدنا عندك شيء للقصيده تحب او بيت شعر تحب تضيفه لل هذا البث المباشر؟ كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. روحي وبدمي أخي دمك جسمي مو أغلى من جي اسمك يا حسين. يا هيل عايش على رموشي حليم كي لحظة يتجسم سحير شوقك يا ابو الاكبر يسايرني بخلايا الدم جسد وتمثل كوكب اصيد لاي وحكات وهم واشوف ان كل جريح منك وثغار لاي الدين يتبسم وثغار للدين يتبسم. السلام عليك يا ابو عبد الله. السلام عليك يا ابو داود. روح لك طيب الله انفاسك ان شاء الله. نستمر وياكم ان شاء الله عبر هاي القناه وخدمتكم. جزاكم الله خير اصحاب المواكب الاعزاء. ما قصرتوا والنعم منكم. تحياتي لكم جميعا. انا سيلك تعال 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 تعال. هذا اخر لقاء ويانا بهذا المقطع البسيط. الشاب الانيق الحسيني الثائر ان شاء الله. عظم الله لك الاجر. لنا ولكم الاجر. رحم الله والديك. برايك البصره الان جاي تستقبل كثير من الكرنفالات والمهرجانات.
كان سابقا عندنا الخليجي 25 وقام الشعب العراقي بالكرم والضيافه. واعتقد كرم الضيافه هو جاي من ثقافه الامام الحسين. ثقافه الامام الحسين عليه السلام. هل تعتقد انه الان من هو الافضل، الخليجي ام زياده الأربعين الامام الحسين عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اكو فرق بيناتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكل محترمين عندنا، اخواننا في الخليج وايضا اخواننا الكل عارف. الان الخليج الان ايضا يشارك في اربعينيه الامام الحسين، نفس الضيافه جات تقدم له اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، افضل الصلاه والسلام على اشرف الخلق والنبيين نبي القاسم محمد. عليك على ردنا على سؤالكم. نعم. اذكركم بقول السيده زينب عليه افضل الصلاه والسلام عندما قالت للملعون يزيد بن معاويه. نعم الله عليه. العجب كل العجب مساواه حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. نعم. فاليوم الحسين درب ونهج. ما مستحيل نساوي هالكرم وهذه الملايين. نعم. والجموع الهائله بمساواه الخليج. مستحيل. لا اخو الاعداد تفرق. الاعداد تفرق. نعم. اي دوله تقدر تستعيب هذه الاعداد الهائله اللي بلغت ملايين؟ ما ممكن. كم حادثه بالخليج من وفاه وتدافع. موجود بزياده خصوصا بالوقت موسم الحج. يصير تدافع ويصير اموات كثيره. ولكن بركه الامام الحسين بينما عددهم 3 ملايين ونص. بينما عندنا 20 مليون الحمد لله. بركه الامام الحسين افضل الصلاه. تنظيم من قبل اصحاب المواكب، الاجهزه الامنيه، الحشد الشعبي قائمين بواجب كبير جدا. نعم. بحيث انه التنظيم فائق وعالي الجوده وقلل ايضا من الحوادث. ونشوف الان الملايين تشارك والالاف ترجع علينا على منفذ الشلامش الحدودي للذهاب. وهذا مهم جدا. الخليجي كان في محصور في محافظة البصرة وكان إلى موسم خاص على مستوى العالم. ولكن أنا أعتقد أنه الناس اللي استضافت الناس إخواننا الخليجيين في خليجي 25 هم مثقفين بثقافة الحسين عليه السلام وثقافة المواكب الحسينية. هذا متفقين عليه؟ شكرا جزيلا لك. تحياتي لكم جميعا ونبقى وياكم هذا البث المباشر على طريق يا حسين ولبيك يا حسين. ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين ومتابعي قناة الأيام الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. تغطيتنا لهذا اليوم من محافظة كربلاء المقدسة، من وسط محافظة كربلاء المقدسة بالتحديد من شارع الإمام الحسين عليه السلام. اليوم نلاحظ ونشاهد هذه الجموعة المليونية تقربت من ضريح سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، وكل الزائرين من جميع دول العالم ومن جميع محافظات العراق تجمعوا في كربلاء المقدسة. أكيد شكر خاص إلى زميلي كاظم الحاوي من الشلامشة، وشكر خاص إلى كل مراسلينا من جميع محافظات العراق. السلام عليكم حجينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعز الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم حجينا حدثنا شلون شفت المواكب الحسينية، زوار الإمام الحسين، خدمة الإمام الحسين عليه السلام. والله يا هذه الأيام الأخيرة تكون أيام زخم بالزيارة، الأعداد تفوق التوقعات، وإحنا كنا متوقعين يعني حاسبين حساباتنا أنه هذه الزيارة لهذا العام ستكون مختلفة، لذلك جاهزيتنا كانت قوية بتقديم الخدمات طيلة أيام الزيارة، وخاصة هذه الأيام الخمسة الأخيرة زيادة عدد الوجبات الغذائية المقدمة، هي 3 وجبات، الفطور الصباحي والغداء والعشاء إلى ساعات متأخرة إلى بعد الساعة 1 مساء، لكون الزيارة مستمرة طيلة الليل والنهار رغم الظروف الجوية. حجينا اليوم حضرتك أحد خدمة الإمام الحسين، شنو اللي قدمتوه بهاي الزيارة إلى زائرين الإمام الحسين؟ إحنا في هذه السنة يعني والسنة الماضية حاولنا أنه نشرك جهودنا تكون استثنائية باستخدام الماء والثلج، لكون الأيام حارة جدا فيحتاج الزائر إلى زيادة في كميات ثلج والماء، لذلك نسقنا بعض الجهات ومولنا الآن لحد الآن أكثر من 11 براد ثلج احنا مدخلين الى قد اعداد داخل البراد، انه العدد اللي داخل البراد 1000 قالب ثلج، 11 فقط محورنا قاطعنا، هن تقريبا السيارات المستورده البرادات 500 براد، عدا هاي اللي مستورده من برا، عدا البرادات اللي موجوده بالعراق مع تريلات الماء اللي كل الجهات السانده، الجيش، الحشد الشعبي، الشرطه، بالإضافة إلى رئاسة الوزراء، كل التنسيق. إحنا هذا المركز نحاول ندخل إلى مركز المدينة ونواصل العمل بالمحاور الثلاثة للدخول الرئيسية اللي هي محور بغداد، محور النجف، محور الحلة.
اليوم شلون شفت انه زائرين الامام الحسين هذه السنه اكثر بكثافه من السنه السابقه؟ نعم، السنه الزياره يعني اعدادها مضاعفه عن السنوات السابقه، زياده عدد الزوار القادمين من الخارج كانت ملفته للنظر السنه، فتحوا الفيز لبعض الدول، الاعداد كلش كبيره، واحنا نقول لهم اهلا وسهلا بكم، واحنا مستعدين لتقديم الخدمات لهذه الزوار، ونفتح بيوتنا، نفتح مواكبنا، هيئاتنا للترحيب بهؤلاء الموالين المحبين لاهل البيت عليهم السلام. اليوم لو لنفرض ان الزياره طولت اكثر من 10 ايام، طولت شهر الى شهر بعد، تقدرون على هذه الخدمه تستمرون؟ صدقني الان الطاقات اللي موجوده، انا يعني بهذا العمر اكو ناس اكبر من عندي مستعده تستمر بعد شهر، واحنا حاسبين حسابنا انه الزياره بعد انتهاءها بعد الأربعين راح يبقون عندنا الزوار من الدول المجاوره، دول راح يتاخرون 5 ايام 6 ايام، واحنا هم حاسبين حسابهم وماخذين احتياطاتنا. يعني الخدمه راح تستمر حتى بعد زياره الأربعين، وهذا متوقع ولازم نعمل به الخدمه، احنا ما راح نفلش، خاصه مواكب كربلاء متفقين انه ما راح تفلش بعد يوم الأربعين، ما تفلش المواكب مالته، راح تستمر لحين انتهاء خروج اخر زائر. ما راح تتعبون حجي؟ ما راح الحر ما راح يوقف؟ اسمعني هذا الموضوع، احنا كل العالم عندهم كريتين دم، واحده بيضاء واحده حمراء، احنا عندنا الثالثه اللي هي حب الحسين، هذا اللي يعطينا الدافعيه والقوه انه نستمر بكل جهود. صدقني مدى ننام 5 ايام بس ما تشعر بتعب، يا سبحان الله، يعني فد امر الهي، ونسال من الله انه القبول والتوفيق انه ولكم. احنا اليوم قربنا انه على انتهاء الزياره، يعني ما بقى يمكن يومين على انتهاء الزياره، شنو شعوركم عند اخر يوم تخدمون زوار الامام؟ والله صدقني بعد هذه الزياره، بعد ما تنتهي، بعد ما نقرا زياره الأربعين، الدموع ما تفارق كل الموجودين لرحيل هؤلاء الزوار، فرحتنا بيهم بجيتهم بخدمتهم. كربلاء راح تصير انه نعم، بس الحمد لله كربلاء أصبحت قبلة، قبلة المسلمين وقبلة الأحرار من كل دول العالم، كل الجنسيات موجودة، فنحمد الله ونشكر على هذه الخدمة. الله يبارك، الله يبارككم، تسلم، هنيئا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيراني؟ لا، باكستان. باكستان؟ كراجي. خدمات زين كربلاء، خدمات مواكب، كل زين. الحمد لله 100% كل نفر ما شاء الله عراقي 100% بزورة إلا رجال هرمة كله هذا عراقي. أنا أشوف أول مرة من جاء عراق، هذا أول مرة يجي العراق، أول مرة الزيارة أنا. نعم. إمام هذا أول مرة يجي يشوف عراق. كربلاء جميع كربلاء. أيوة جميع كربلاء. أنا سلام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صابر الحسين وعلى أنصار الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، لبيك يا عباس. هنيئا لكم، هنيئا لكم، الله يبارك فيكم. تعال حاجيني لهنا انا قدام العدد. السلام عليكم. ما يخالف لا تقول لي انه ما اعرف. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله لكم حبيبي. من يا محافظه؟ محافظه، انا ايراني من الاهواز. ايه شلون شفت ان الخدمه في كربلاء؟ والله خدمه عظيمه، خدمه عظيمه، العراقيين كفوا ووفوا الحقيقه. حبيبي اول مره تجي؟ لا، هاي الحمد لله رابع مره. الحمد لله. ايه حبيبي، شو توجه انه رساله لكل الزائرين؟ والله خلي يجون، خلي يشوفون هاي العظمه، خلي يشوفون هاي المعجزه الالهيه، هاي الجمعيه، يزورون الحسين وابو الفضل والنجف والسامراء والكاظمين كلهم. الحمد لله، الحمد لله، هنا مسوين يعني شيء عظيم. هاي السنه تشوفوها اكثر الزياره من العام. اي والله، اي والله، الاف الاف الاف. هنيئا لكم حبيبي، ميزان حسناتكم إن شاء الله يحفظك طال عمرك يا حبيبي. هنيئا لكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. حجينا تفضل لهنا، تفضل لهنا يمي.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله لكم الأجر. من فارس؟ فارسي. فارسي شيراز أم إيران؟ إيران. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شوف إنه خدمات زين كربلاء. همه چی خدمات هست، همه چی خوب عالی. من از سال شما فارسی فول دیگه. از سال 76 تا الان 26 سال میام. از زمان صدام 26 سال دارم میام عراق زیارت ابا عبدالله حسین و حضرت ابوالفضل علیه السلام. خواهش میکنم. خواهش میکنم. قبل به شما عزت بده. بسیار بسیار عالی، خوب. شکرا. خواهش میکنم. یعنی إذن مثل ما لاحظتوا أحبة مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، نشوف إنه هذه الحشود المليونية التي توجهت من جميع بقاع العالم إلى كربلاء المقدسة، إلى كربلاء الحسين عليه السلام، ونشوف إنه اليوم أهالي المواكب الحسينية والهيئات الحسينية قدموا ما قدموا إلى زائرين الإمام الحسين عليه السلام. مستمرين بتغطيتنا، ماخذين فاصل وراجعينكم. وكربلاء ما زال الزائرين متجهين بكثافة كبيرة جدا إلى كربلاء، إلى مكان الثورة، مكان الطف، هذا المكان العظيم اليوم اللي كل الأمم بتتجه صوب هذا المكان. الأرقام حقيقة من الجهات الرسمية أرقام كبيرة جدا. إلى يوم أمس تقريبا أكثر من 4 مليون زائر من خارج العراق، وأيضا أعداد كبيرة جدا بعد الزيارة الأربعينية. سنعرف الأرقام، أرقام الزائرين بالتفصيل بدقة كبيرة جدا هذه السنة. طبعا أحب المشاهدين، هناك جهات وهناك حقيقة جهات مختصة وجهات مساندة وداعمة للزيارة ممكن الإعلام ما ركز عليها بشكل كبير جدا، لذلك راح نخصص هذا الجزء من التغطية إلى الكوادر الصحية اللي سهرانة 24 ساعة من أجل خدمة الزائرين ومن أجل اليوم إعانتهم إذا تعرضوا لأي مكروه لا سامح الله. السلام عليكم. السلام. شلونك أستاذ؟ شلونك سعد؟ أخبارك؟ أهلا وسهلا. عظم الله لك الأجر. عظم الله لكم الأجر. عرف بيك. ممرض ماهر علي أسد خان موسى الجبوري، مفرزة مستشفى الفرات الأوسط، دائرة صحة النجف. دائرة صحة النجف. مهنتكم إنسانية. ومهنتكم مهنة هذا الطيب اليوم تداوون جروح العالم أمراضهم، ربي يحفظكم وميزان حسناتكم. أريدك اليوم توصف لي عملكم، اختصاصكم، شو نوعية الخدمة اللي تقدموها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبدء ألف الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ونعز صاحب العصر والزمان بمصاب المصاب الأليم، مصاب أربعينية الإمام الحسين ورجوع سبايا آل بيت محمد إلى كربلاء. بالنسبة إلى عملنا، دار صحة النجف عندها عدة مستشفيات وقطاعات وكوادر طبية توزعها على طريق يا حسين. يبدأ العمل من يوم 1/0. يوم واحد. 1/0. بعض المفارز، أنا عندي مفرزة أهلية نبسط 1/0 مفرزة بطلة كربلاء عمود 232. بقية المفارز الحكومية تبدأ 7/0. والمفارز الأهلية، المفارز الأهلية تحضر نفسها من يوم 1/0، لأن الزحف المليوني تعرف أنت يبدأ 25 محرم من البحر إلى النهر، والمسيرة مليونية يراد لها استعدادات طبية، استعدادات. والحمد لله والشكر الشعب. أستاذ العزيز، تعرف أنت هاي الأيام والأيام اليومين الراحن، وهاي كان يوم أيام زخم كبير، عدد كبير جدا ما توقف المسير بأعداد كبيرة، هل تأثرتم؟ هل صار خلل في عمل؟ ما تأثرنا ولا نتعب، نواصل الليل بالنهار ما نتعب. فهاي بركة الحسين، هو الحسين مسير الشعب العراقي ترى إله. الحسين زين العابدين قال لأبو أكو ناس تذكرنا، قال له أكو الله يخلق شيعة يذكروننا، إحنا يحيون ذكرنا، وإن شاء الله إحنا من شيعتهم إن شاء الله. أنت الإعلامي وأنا الصحي والإداري وأبو الموكب، إحنا اللي نحن نذكرهم، والحمد لله والشكر نسأل من الله يكون الله يتقبل من عندنا هاي الخدمة. العلاجات اللي تعطوها للمرضى، العلاجات اللي تعطيها بالنسبة للإسعافات الأولية، أكو شغلات مستعصية ما نقدر نعالجها هنا، أكو عندنا إسعافات واقفات بالباب. جزاه الله الحشد الشعبي موقف إسعاف، وإحنا إسعاف المستشفى، إسعافات الاثنين الموجودات بالباب. وحدة للمستشفى وحدة للحشد. الحشد الشعبي، لأن الحق يقال، الحشد الشعبي الناس اثنين منتسبين من الحشد الشعبي متواجدين ويانا من يوم
وهم بيتهم هنا. يعني الحشد الشعبي ساعد الكوادر الصحيه، الكوادر الطبيه، وهم هم صحيين والحمد لله والشكر. ما لا ما لا صارت صادفتكم حالات مثلا حالات كبيره جدا؟ نعم. او صارت انه مثلا الامراض اللي تنقلوهم وشون يكون؟ مثل قبل ديك الخفاره يوم الخميس الماضي اجتنا مره صعد ضغطها كلش، اعطيناها العلاجات الاوليه، صعدناها بالاسعاف للمستشفى الحيدريه. قبلها اجانا زارع عمر الطفل، نقول احنا عمره 14 13 سنه، هم كانت حالته اشتباه زائده دوديه، اعطيناه العلاج اللازم والاسعافات الاوليه ونقلناه الى مستشفى الحيدريه على مود هناك عمليات جراحيه. ايش قد عدد الكادر الصحي بهاي المفرزه؟ عدد الكادر الصحي عندنا 18، 6 نساء، 6 صيادله، 6 معاون طبي ممرض. والحمد لله والشكر صار لنا ما يقارب اليوم 18 ليله 19، ما حسينا لا بتعب ولا ملل. وانت هذا الشغل لو تشتغله ببيتك انت راسا تقول لك تعب، انا ابويا اخذ الشغل هنا ما تعب. احنا السابق على العمل، احنا الكبير والصغير كلنا سابق، وجزء مهم جدا بنجاح الزياره الاربعه ان شاء الله. مو بس احنا، ابو الموكب الاعلامي هذا اللي ينقل هسه للعالم، احنا ترى مستهدفين الشعب العراقي مستهدف. واللي انا نحب الحسين نحب علي بن ابي طالب. السبب يعني هذا السبب بغض، ما مسوين شيء غلط. يعني قالهم ليش قتلتونا؟ قالهم بغضا بابيك، بغضا بابيك بعلي بن ابي طالب، لان كسر الاصنام مالتهم. ربي يشفيهم من هذا الحقد والغل ابنه، يشفيهم من هذا الحقد. ويشوفون هاي بركه الحسين، ويشوفون هاي الحشود المليونيه اللي مشارك بها الافغاني، الباكستاني، الايراني، الكويتي، السعودي، القطري، الافريقي، السوداني، حتى الصيني، حتى دول اوروبيه قاعده تشارك هسه مواكب عندنا. ما تنكسر عينهم، ما تنكسر عينهم. الحمد لله والشكر على هاي الخدمه، ونسال من الله ان يسجلها، نسال من الله يسجلها. ممنون نطيتنا من وقتك، الله يخليك. رحم الله والديك، مشكور. أحبتي المشاهدين، عمل الكوادر الصحية عمل كبير جدا مثل ما تشاهدون خلفي. المعلومة اللي عرفتها اليوم من أحد الممرضين اللي يشتغلون بهذه المفرزة الطبية أن الحشد الشعبي له الدور أيضا بالإسناد الصحي. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ كويس؟ الحمد لله. أنا باكستاني. باكستان. إن شاء الله ترتيب كويس، الحمد لله كلنا فرط روح إمام حسين زيارة. بس أبي دواء كل مسلمين إن شاء الله يجي مزبوط إن شاء الله. أنت من باكستان، خدمات جيدة، طعام، السكن كله موجود إن شاء الله أحسن 100%. شكرا. مع منو جاي؟ كله شيء تمام إن شاء الله. الحمد لله. شكرا حبيبي. لبيك يا حسين. يا الله. هاي أحبتي المشاهدين، والجميل والرائع اليوم انه ما يقدمون خدمات، انه مثلا انه هي وزاره الصحه العراقيه تقدم خدمات فقط للعراقيين، لا، للايراني، للباكستاني، للجميع. ومعانا شيخ، تفضل شيخنا العزيز. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. تكلم عربي؟ لا، بالفارسي. نعم. إز كدوم شهرهم؟ ما إز شهرنا همدان، خدمتنا سنتوف ليش؟ من همدان. همدان. همدان، زيارة عالي، خدمات. خدمات خیلی خوبه، از مردم عراق خیلی تشکر میکنیم، خیلی زحمت میکشن، واقعا پذیرایشون عالیه، خیلی خیلی تشکر. انشالله ما ابو عبدالله حسین لازم خودش جزاشون رو بهشون بده. شما بخلیك مع العائله اجيت؟ بله بله، مع العائله الحمد لله. طريق يا حسين مستقيم الى كربلاء. بله. الخدمات مواكب جيد، خیلی خوبه. الحمدلله. انشالله ما هم بتونیم تو بحث نظافت مراعات کنیم، ما زائرا تمیزتر نگه داریم محیط رو، این خیلی بهتر میشه انشالله. ممنون، سلامت باشید. الله يحفظك. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ايران؟ نعم. از کدوم شهر اومدید؟ از کدوم شهر اومدید؟ از شهر همدان. همدان. استان همدان، شهرستان کبوتنه، ولی قوم ساکن هستم. سيدة معصومة. سيدة معصومة، الحمد لله والشكر عليه السلام. تكلم فارسي، الزيارة، الخدمات. فارسي. أحسنت، عالي. إن شاء الله صاحب الزمان راضي باش از همه. واقعا عراقيا، ايرانيا، همه پاکستانيا، همه مردم، همه. همیشه ایان امیرالمومنین تو این راه سنگ تموم گذاشتن و میذارن و انشاءالله باعث ظهور حضرت حجت ابن الحسن العسکری ان شاء الله همین راه خواهد شد ان شاء الله. هنگ اربعین را اگه بخوایم یاد بگیریم آقامون خودش میاد. الحمدلله. شكرا جزيلا. ممنون. حبيت المشاهدين هذا الكلام.
السلام عليكم. باب. تكلم فارس. ما بهش غير امام حسين اومدیم اینجا. ما عراقی ها رو دوست داریم. منم به همراه دایم و بابام و خواهرام اومدیم اینجا که ثابت کنیم که سرباز امام زمان هستیم. ان شاء الله. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. از مردم عراق هم خیلی تشکر میکنیم که زحمت کشن. هذا بركات الإمام الحسين. هذا شكرا جزيلا ممنون. زينب سادة. زينب. شلون زينب؟ ما بخاطر عشق إمام حسين اومدیم و اومدیم زیارت إمام حسين. بخاطر اینکه إمام زمانمون ظهور کنه و همه مردم بخاطر إمام مهربونمون جمع شدن تا پیاده برن تا امام خوبمون رو زیارت کنن. نشید نشید اخو احمد دلشید نشید شروط 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 از نجف داریم میریم به سمت کربلا. از نجف داریم میریم به سمت کربلا حرم امام علی. الان هم داریم میریم حرم امام حسین. شکرا جزیلا ممنون. لبیک یا ابا الفیض. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. تعجیل ظهور امام زمان سلام. تعجیل ظهور امام زمان سلام. ان شاء الله. اللهم صل على محمد والي محمد. هذه مجاميع من العوائل الإيرانية اللي حقيقة ما شاء الله بركة كبيرة من أطفال كبار كلها بعشق تذوب بعشق الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين. من طريق لبيك يا حسين الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ننتقل إلى واسط. أبدو لكم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. بداية أحب أن أشكر الزملاء في الكنترول المخرجين أمير فيصل وأسد سعد الذين واكبوا معنا هذه التغطية المباشرة من شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية. ما زلنا وإياكم وهذه التغطية المباشرة والمستمرة أيضا لهذه المواكب الحسينية التي تستقبل أعداد كبيرة من الزائرين في محافظة واسط مدينة الكوت قادمين من منفذ زرباطية الحدودي. ما زال المنفذ إلى حد هذه اللحظة يعمل على مدى 24 ساعة يستقبل هذه الأعداد الكبيرة هذه الأعداد المليونية. إلى حد هذه اللحظة تم دخول أكثر من 2,250,000 زائر إيراني خلال الأسبوعين الماضيين. على صعيد المغادرة تم مغادرة 600,000 زائر إيراني بعد أدائهم لزيارة الأربعين. على مدى 24 ساعة الماضية تم دخول 110,000 زائر إيراني. على صعيد المغادرة تم مغادرة 60 إلى 55,000 زائر خلال 24 ساعة الماضية. المواكب الحسينية هنا في هذه المنطقة في مدخل مدينة الكوت تعمل على مدى 24 ساعة وتقدم مختلف أنواع الطعام وأيضا الشراب وأماكن الاستراحة للزائرين في أوقات متأخرة من الليل. والحديث أكثر حول ما تقدمه هذه المواكب يعني ينضم إلي أحد سائقي العجلات. السلام عليكم. عليكم السلام. أنتوا السواق على طريق زرباطية كربلاء؟ احنا مهران كاظمين اكثر العبريين ننقلهم من المهران عوض. طيب مهران كاظمين خلال الاسبوعين الماضيين لكن هاي الايام الزياره قربت يعني الزائر ما يلحق يروح لكاظمين. راح نتوجه لكربلاء بعدين كربلاء مهران نجف مهران نجيب العبريه الايرانيين لان اكثر يمكن اكثر من 5 مليون زائر دخلوا العراق. حدثنا عن الطريق، الطريق من زرباطية للكوت، هل هو مؤمن؟ السرعه شلون مال السائقين؟ المواكب متوفره؟ الطريق مؤمن من قبل القوات الامنيه ومحافظ واسط محمد جميل المياحي، نشكره على هاي الخدمه وهاي توفير الامان، قطع كل 4 كيلو موجود بمرابطه وتنبيه السائقين باللايت العالي او الزنون واسرع. انه السائقين طبعا يمشون سرعه وهي السرعه ادت الى حوادث مروريه هواي، احكي لنا انه سرعتكم انتم كسواق ايش قد تمشون تقريبا من زرباطية للكوت من كوت الكربلاء؟ معدل يعني هسه احنا معدل نمشي 100 لان المرابطات بين 4 كيلو ما نقدر احنا نتعدى السرعه المقرره 120 130، ما يقدر السائق يطلع هاي المسافه بالسرعه، بين 100 معدل دائما نوصل المهران احنا 100 نمشي. صارت غرامات للمخالفين؟ غرامات مخالفين موجوده والحمد لله والشكر المخالف يتحاسب وينحجز سيارته تنحجز لان هو مخالف. اليوم هاي ارواح ناس، اليوم زائر جايك من غير بلد، اليوم احنا العراقيين لازم نحافظ على هذا الزائر لان زائر هو زائر ابو عبد الله وهم ضيوف لابو عبد الله اليوم واحنا بخدمتهم خدمتهم وهاي الخدمه اليوم مقدمه
من مهران لحد النجف، من مهران لحد كربلاء، من مهران لحد كاظمين، من مهران لحد سامراء، خدمة موجودة ما تنقطع لا ليل ولا نهار. يعني السائق اليوم من يجي يوقف بالموكب كل شيء متوفر بيس؟ كل شيء متوفر، طعام، أكل، صلاة موجود، خدمة. يعني حتى مرات إذا أنت تعبان يجي يسوي لك تمارين رياضية، لياقة بدنية، حتى الزائر الإيراني يعني الناس ما مقصرين بكل شيء. يعني وياك هسه الزوار من زرباطه تموا زياره، راحوا نجف، كربلاء، سامراء، ومن الكاظمين هسه متوجهين هم لاهلهم مهران. هسه احنا متوجهين المهران ان شاء الله، وهذا الزائر الايراني يحكي لكم على القوات الامنيه. بالنسبه للقوات الامنيه خدمتهم شلون؟ اسامي مردم العراق نيروي نظامي وكل الزائر الإيراني هنا يحاول أن يشكر القوات الأمنية وأصحاب المواكب لكن باللغة الفارسية. تفضل. شكر قوات أمنية خادم الإمام حسين. عربي بقام؟ لا فارسي. أصحابي مردم عراق ونيروهاي نظامي شان واقعا برادرانه وخالصانه بهم زبار امام حسين خصوصا مردم ایران خدمت کردن قدردانی میکنیم و دست همه آنها تک تک میبوسیم. الازار هنا يعني يقصد بكلامه انه الشعب العراقي والشعب الايراني هم اخوان، ونشكر الشعب العراقي مرات عديده لما قدمه من خدمات لنا، وايضا الطريق مؤمن ويعني الخدمات متوفره على مدى 24 ساعه. شكرا جزيلا لكم، عظم الله اجركم. هدى حفيظ اغا. نعم اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه، ما زلنا واياكم وهذه التغطيه المستمره مباشرة للمواكب الحسينية وحركة دخول ومغادرة الزائرين الضيوف، ضيوف أبا عبد الله الحسين. اليوم أبناء مدينة الكوت يعملون على مدى 24 ساعة ويبذلون الغالي والنفيس بدون كلل أو ملل ولا حتى تعب. البعض منهم يعني هنا هو وعائلته منذ 10 أيام ومنذ 15 يوم مستمرين على مدى 24 ساعة دون كلل أو ملل، بذلوا كل ما يملكون من أموال في سبيل يعني تقديم الخدمات لهذه الأعداد الكبيرة، هذه الأعداد المليونية. وفي نهاية حديثي أود أن يعني أكرر شكري إلى زملاء كادر قناة الأيام الفضائية، سيما مخرجي البث في الكنترول، يعني المخرجين أمير فيصل وأسد سعد. وأترككم الآن وهذه اللقطات المباشرة من المواكب الحسينية وشبكة مراسلينا. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا ما زلنا وإياكم من منفذ السلام الحدودي، ونحن ننقل إليكم هذه اللقطات الحية والمشاهد المباشرة عبر قناة الأيام الفضائية وشبكة مراسليها في كل المحافظات، خطوة بخطوة مع زوار الإمام الحسين ومع ضيوف الإمام الحسين عليه السلام القادمين من كل بقاع العالم لتأدية مراسيم وشعائر 40 الإمام الحسين الخالد عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زيارة قبولة حاجة. ممنون عزيزي. الآن أمدي أز إيران بحرام يا أمدي أز حرام بإيران. أز حرام بإيران أمدي. يعني زيارة إن شاء الله. زيارات كردين بلي بتشامون جامون دان. الآن إن جام منتظر شون هذي. منتظر منتظر عائلتك تجي. زين. چطور دیدی کرم ملت مسلمانان ایران؟ مسلمانان جهان اصلا بگیم، مسلمانان رو واقعا سنگ تمام گذاشتن. عظمت اسلام را باید در اینجا بیان و ببینم. ماشاءالله. یعنی ماشاءالله. یعنی شاهد عظمت اسلام یومنا. عظمت اسلام را باید در عراق بیان تمام ملت بیان در عراق مشاهده کنند. الحمدلله. هیچ کس نمیتواند غیر از ملت عراق چنان معمانی را پذیرایی نماید و تدارک ببیند. ماشاءالله. خب به ملت عراق چی میگی؟ به ملت عراق یک دست شما درد نکن. عاشت دیگه. خدا قوت بتون بده. الله یعطیکم. خدا اجرتون بده. ان شاء الله. خیلی عالی بود. ان شاء الله. شما اولین بار اومدی؟ بیا. نه، ما برای دومین بار اومدیم. ولی الان واقعا اوج عظمت اسلام و جمعیت و عشق حسین را عراق. های ما را دل ترجمه. الان في اوج عظمه الاسلام. در عراق. في العراق. في العراق. ما شاء الله. مقوله جدا رائعه. يقول الاسلام في اوج عظمته الان في العراق. اي احكي اتكلم في الفارسي بزبان فارسي. عظمت اسلام را در عراق خصوصا در نجف و کربلا مشاهده کردی. هیچ کسی، هیچ رئیسی، هیچ مسئولی
مثل ملت عراق و مسئولین عراق نمیتونن چنان مهمانی را تدارک ببینن. موفق باشی ان شاء الله. موفق باشی. زیاد قبول ان شاء الله. ممنون ممنون. بیا خانم ببخشید. بیا خانم. بیا بیا بیا. سلام علیکم. سلام. زیارت قبول ان شاء الله. قبول. شما اومدید از زیارت؟ بله تمام شد. بله. شدیدی از ملت عراق المجد روضه الجنان. مهمان نوازشون. مهمان نواز بودن. همه چیز خوب بود، عالی بود. خوب بود، امنیت هم خوب بود. بله. شما اولین بار اومدید؟ بله. اولین بار؟ بله. انشاءالله نه آخرین بار. انشاءالله. انشاءالله. شما فقط اومدی تنهایی یا با خانوادت؟ با. باش. اولین بار. باشه. بیا بیا بیا. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله. بله بله. شما هم اولین بار اومدید؟ اولین بار. اولین بار. بله خدا رو شکر. چه رسالتی، چه پیغام به خاطر ملت عراق؟ چیزی که من دیدم فقط کار میکنه. همه مردم، همه مردم. یعنی هیچ کی رو زمین نمیذاره کار بمونه. همشو داره کمک میکنه. نصف ثواب كلش مال برادر عراقي، كلش مال برادر نص عراقي. نص الثواب راح لاخواننا العراقيين. كل الثواب نصف نصف ثواب زياره امام حسين. بركه خون امام حسين ان شاء الله. بركه خون امام حسين اتفاق افتاده ان شاء الله تا ظهور مهدي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تشكر. سلام قبول ان شاء الله. بسلامه يا رشيد. السلام عليكم حاج اغا. شما الان اومدي زياره امام حسين؟ بمنظور شما این زیارت 40 به منظور شما چه اعتقاد داری؟ این زیارت زیارت اسلام یا زیارت شیعیان؟ بزرگترین تجمع شیعیان جهان، مسلمین جهان. بله بله، در کربلا و نجف من توی چند روز دیدم. بله. بعض برادران عراقی. بله. کمال تشکر دارم، خیلی با ما همکاری کردن. فقط تنها ایرادی که از این برادران عراقی دارم برای جابجایی زوار، یعنی واقعا داره کلاسر ایرانی ها میدونه. در خدمت کل ملت عراق، در خدمت زائرین امام حسین. عالی. 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 ما ممنون. ما مقصریم. خواهش من. ما شعور میکنم ما مقصریم. خواهش من. خیلی ممنون. قربون شما. انشاءالله ازیاد قبوله. بیا حاج آقا. من از این سفر سومین سفر هست که خداوند و آقا عبدالله الحسین و آقا ابوالفضل عباد نصیب من کرده. سومین سفر هست از ملت و دولت عراق که ما رو تشکر سپاسگزاری دارم. واقعا خوب بوده، خداوند برکت بده، انشاءالله ادامه داشته باشه. این دوستی بین دو کشور ادامه داشته. کدوم شهر؟ استان کرمان، شهرستان زرم. کرمان. بله کرمان. کرمان شهر ابو شهر آتخاسم. شهید آتخاسم سلیمانی. سردار آتخاسم سلیمانی. شما از کرمانه؟ بله بله. سپه بود آتخاسم سلیمانی. درود به روح شهیدان قاسم سلیمانی. احسن. ابو مهدی المهندس. احسن احسن. خداوند به شما برکت. انشاءالله انشاءالله. شکر من انشاءالله برکت. قرائت سورت فاتحه مبارکه بروح انشاءالله. بعد از صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد يشكر جمهورية العراق والشعب العراقي وهو قادم من كرمان، يقول إنه لم نرى نظير لهذه الزيارة، نتمنى أن تستمر وهناك قوة كبيرة جدا في هذه الثورة، في هذه المسيرة أخافت وأرعبت العالم، وهذا ظاهر من قبل الإعلام العالمي الذي لم يسلط الضوء على هذه المسيرة العملاقة التي تعتبر هي مسيرة دولية ومسيرة عالمية لا تنكر ولن تنكر، لأنها خلدت وجسدت ثورة الإمام الحسين عليه السلام. نبقى وإياكم وزائرينا الأفاضل من جمهورية إيران الإسلامية، من جمهورية إيران الإسلامية. خانوما يا مصاحبة، خانوما يا مصاحبة، يا مصاحبة. السلام عليكم. شو توري دكتور؟ كوبا مرسي ممنون. شو ماشك يا بيا 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 ب
بيا سلام عليكم حاجة. سلام عليكم. خوب ان شاء الله. بيا خانم الحمد لله. شتوري خوب ان شاء الله الحمد لله. بيا خانم بيا خانم شتوري خوب ان شاء الله الحمد لله الحمد لله. زيارة تمومة؟ بله الحمد لله خدا رو خیلی خوب و عالی واقعا مردم بله چه پیغام به ملت مردم عراق که بسیار بسیار انسان‌های الهی باشن بله با صمیم دل با انسان‌های بزرگواری هستند این امکانات کبیره نشکر نه خوب نشکر اخلاص الشعب العراقي مشكله فقط مساله این تردد ماشین ها رو اگه در سال آینده حالا خیرینی پیدا بشن که بعضی هزینه ها رو بیه مقدار بیارن ان شاء الله در آینده حل میشه یه اشکو فقط من قضیه المواصلات وازدحام وقلة المواصلات ويتمنى احنا نقول له ان شاء الله در آینده این مشكله حل ان شاء الله خانم چطوره خانم چی میگی به ملت عراق؟ از ملت عراق فقط اخلاص دیدیم که تموم چیزی که داشتن و در طبق اخلاص برای همه ظاهر رو گذاشتن چه فقیرشون چه کسی که پولدار بود برای امام حسین خدمت میکرد یعنی انا رأیت الاخلاص فی من قبل الشعب العراقی لخدمت الزوار لخدمت الفقراء وكان يعني امل فقراء ان يأتوا لزيارة وفعلا جاءوا وتحققت امنياتهم بالزيارة ويعني كانت مصاريفهم تكاليفهم جدا قليلة بفضل كرم الشعب العراقي خيلي ممنون إن شاء الله زيارة قبولة ممنون. بسلامات بسلامات حجينا العزيز منين أنت تعال 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 من منا منك من الهواز من الأهواز كل الهلا بيك حبيبي هلا بالأهواز أهلنا وناسنا وعشائرنا ما قصرت والله العظيم سرت وكملتنا عليك حكامي الحمد لله كملت وكنا غيصة معك وندعيت إن شاء الله للعالم كله هذا الشعب وهاي الناس ناس ما شاء الله اليوم فاز على خدمتكم يعني لا أنتم والله مشكورة منكم مشكورة حبيبي الحمد لله مشكورين هذه عودة لكم أحبائي مشاهدين الأفاضل وعودة لزملائي في البث المباشر في الكنترول ونبقى وإياكم على طريق الحسين لبيك يا حسين التغطية الخاصة بالزيارة الأربعين شكرا لكل الأبطال الزملاء المراسلين والكوادر المنتشرة بأغلب المحافظات العراقية لنقل مشاعر الزائرين مثل ما قلنا لكم نقطتنا أو كادرنا موجود في طريق لبيك يا حسين الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ننقلكم بعض مشاعر الزائرين من مختلف جنسياتهم السلام عليكم السلام عليكم حبيبي إيش كدوم شهر؟ إصفهان شهر إصفهان إصفهان إيران نعم مشاعر إمام الحسين بله اومدم حرم امام حسین علیه السلام از مسیر نجف به کربلا طریق العلماء از مسجد کوفه حرکت کردیم به سمت کربلای مقدسه به عشق امام حسین علیه السلام شو های رایه؟ امام حسین پرچم امام حسین های من ایران لهنا ایران لو عراق ایران 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین هذه مشاعر الزائرين من الجمهورية الإسلامية في إيران طبعا أكيد الكثير اللي متواجدين هنا حقيقة اللي منتظرين اليوم الوصول إلى كربلاء المقدسة ما بقى شيء خاصة نتكلم على الناس اللي قطعوا هذه المسافات الكبيرة حقيقة أيام طويلة جدا للوصول إلى هذه النقطة تعال شو اسمك حبيبي أهلا وسهلا بيك طبعا نتكلم أكيد مع الزائرين المتواجدين هنا اللي حقيقة ما شاء الله أعدادهم خلي نروح نتوجه إلى المواكب وإلى الإسعافات هذه الموجودة مثل ما قلنا حقيقة أن الكثير منهم يقدمون الخدمة السلام عليكم سلام عليكم إيش كنتم شهر ومن؟ شهرستان شهرزا أستان إصفهان شهر خدمات؟ لا طعام زيارة خدمات خیلی عالیه خیلی خوبه واقعاً
تمام مردم عراق سنگ تموم گذاشتن و ما واقعا ممنوندار اونها هستیم. خیلی هذه برکات الامام الحسین. تمام اینها برکات امام حسینه و ما هم پیاده روی رو به عشق امام حسین داریم میریم. های اول مره الى 40 اول مره اولی سال؟ لا لا هفتمین سال. قد؟ سبع سنوات. سبع. ما شاء الله ما شاء الله. ممنون شكرا. خواهش میکنم. خیلی ممنون. شلونك عمو؟ تعال تعال خادم تعال هنا. صحتك شلون هي؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ كرار. كرار من وين؟ من النجف. هنا من النجف. وين بالنجف؟ حي الوفاء. يعني قريب لو بعيد؟ لا قريب. قريب. انت شنو زائر راح تزور لو تخدم؟ لا هنا موكبنا. اسمه موكب؟ موكب شباب علي الرضا. موكب شباب علي الرضا. شو تقدمون خدمات؟ هو يعني شنو؟ يعني شنو؟ وين؟ يعني وجبة غداء وريوق وعشاء. منام. منام شيء. انت شو تسوي؟ اريد اعرف انت مهمتك شنو؟ يعني بكل شيء شو تدري؟ معقول انت تطبخ؟ ها؟ انت ما تعرف تطبخ اكيد. لا اطبخ ليش؟ تطبخ؟ مثلا نخبز. ها انت تعرف تخبز؟ ايه عليك الله. والله. انت تخبز بايدك وهاي؟ لا يعني اسوي العجين. تعرف تسوي العجين؟ ايه. بعد تقدم مي. نقدم ماي نسوي العصير. ممتاز. تقدمون عصير شنو عصير؟ نسوي عصير البرتقال كل عصير شو تريد عندنا؟ اها جيد. زين انت تعبت لولا؟ والله الحسين ما اتعب. ابد؟ ابد. مبين تعبان. لا والله الحسين ما تعبان. ليش ليش مثلا ليش ليش هالقد تحب الامام الحسين؟ هو يعني حبنا الحسين. ايه. احنا منطينا ارواحنا للحسين. قلت لي كرار اسمه؟ اي كرار. كرار شنو امنيتك؟ شنو ايش تطلب من الامام الحسين؟ امنيتي اني شافيني. ايش فيك؟ انا عندي مرض سرطان. ليش تاخرني؟ ها؟ ليش قاعد تاخرني؟ ربي يشفيك ان شاء الله. من ايش وقت هاي عندك هذا المرض؟ انا مولد 2010 صار عندي من 2013. قاعد تتعالج؟ اي قاعد اضرب كيمياوي. كلش قد؟ يعني كل فتره الابره ب 13 ورقه قاعد اضرب انا. كل شهر 13. قاعد تتاذى من قاعد تضرب هاي الابره؟ شيء اكيد بجسمي. قاعد اضرب. لا تبكي. ربي يشفيك. والله وان شاء الله كل سنه انت متواجد بهذا الطريق. ويا رب بحق هاي كل خطوه من زائرين الامام الحسين مو يقولون 25 مليون يا رب ان شاء الله تنشفي باسرع وقت. ربي يخليك واريد هاي الابتسامه تستمر وهذا النشاط يستمر وانا متاكد ان شاء الله ببركه الامام الحسين راح تنشاف يا رب ان شاء الله ونفرح بيك. والله ممنون مشكور والله. احبتي المشاهدين طبعا اليوم طفل بهذا العمر ومصاب بهذا المرض الخطير وقاعد يساند ويشتغل بكل عنفوان وبكل حماس. اقسم بالله السان اليوم الناس الحمد لله ما امتلك اي مرض او شيء وصلت الى مرحله ممكن اتعب بعض الشيء ممكن ولكن اليوم لما اشوف هذا الطفل حقيقه انا خجلت. كثير من الزارين خجلوا امام هذا الشيء. هاي عظمه الامام الحسين احبه المشاهدين يضرب كيمياوي بسبب هذا المرض اللعين. ربي ان شاء الله يشافى كل المؤمنين من هذا المرض. وبهاي الصورة قاعد يقدم هذه الخدمات العظيمة، الحمد لله والشكر على خدمته. شلونك؟ أخبارك؟ تعال أنت خادم؟ شلونك شو اسمك؟ عباس. عباس. أحلى عباس. عباس مين؟ بطل أنت. والله. شلونك؟ الله يخليك. هاي الشفة هم حلوة. وأنت الأحلى. ماكو شمس يلا وخره. لا أنا مخليها. والله. الله يخليك. موكبكم شو اسمك؟ موكب لشهداء الحسين. موكب شهداء الإمام الحسين، وين هذا الموكب؟ هيك هناك شوي قدام. قول قول يا عمود حتى العالم تروح. عمود 270. عمود 270، شو تقدمون بهذا الموكب؟ كل شيء تبن القيمة وبرياني وكل شيء وعصاير. لا والله. والله. لو أدري كان رحت أنا ورا اتصالات. أكو قيمة؟ كل شيء ممكن. أكو تمن وقيمة هسه؟ موجودة. موجودة. ايه. نجي أنا أريد أتعشى اليوم تمن وقيمة. حياك الله. زين ما قاعد تتعب؟ شي أكيد نتعب. بس ليش متحمل التعب هذا؟ روح ارجع لبيتكم ارتاح. لا شي أكيد الإمام الحسين أفضل من كل شيء. قلت تحب الامام الحسين؟ شي اكيد الامام الحسين بس الله يوفقني والحسين يوفق اهلي وكل شيء مالي. حب اهله شي اكيد هم اللي علموك حب الامام الحسين شي اكيد هم اللي علموك. منو يخدم وياك عباس؟ اهلي وعمامي اي وخوالي. نعم بيتكم انتم قريب؟ اي يعني زين تخدمون اي بالحلم اي قريبنا منا عبر الشارع عبر ذاك الصوب. ممتاز ممتاز ممتاز. حتروح مشي لو لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. اول مره تدخل الامام الحسين ايش حتقول لي؟ شراح اقول له يعني الله يوفقني
ووفق عائلتي ويحفظنا من كل شر. تزين بالدراسة لا انا مبطل. ليش بطلت؟ ما هو عهد ويا الامام الحسين حتى يوفقك ترجع للدراسة ان شاء الله. وعد؟ وعد. السنة الجاية اذا صور وياك تراجع للدراسة ان شاء الله. خلاص؟ خلاص. هاي كلمة اخذت منك. كلمة. ازعل عليك كلش. هذا. ربي يخليك. ممنون. ممنون. ربي يحفظك حبيبي عباس. ما شاء الله اليوم ايضا يعني احنا نتمنى من شبابنا يعني ما شاء الله شبابنا كله واعي ومؤمن ومؤمن بقضية الامام الحسين. لما اليوم نتكلم على الامام الحسين ونتكلم على ائمتنا الاطهار هم اهل علم. فنتمنى من جميع شبابنا انه اي شخص تارك دراسة هاي انه العودة. العلم مع الخدمة الامام خدمة الامام الحسين حتكون قضية. اوصف لكم مشاهد الحقيقة في هذا الموكب. هذا يعني موكب الامام الرضا اللي تكلمت عليه به اكثر من مرة. اكو قسم لتوزيع المياه مياه الشرب للزائرين. اقسم بالله اقل شخص بيهم هو دكتور يعني اكو بروفيسور وهاي الامور اعلى كلهم اطباء دكاتره مهندسين شخصيات مرموقه بالمجتمع الايراني لان اغلب الخدام في هذا الموكب هم من الجمهوريه الاسلاميه في ايران. فحقيقه هذا الشيء هو اليوم اللي نفتخر به واللي حقيقه نفرح به. خلي نتوجه مصورنا نشوف ما شاء الله ان شاء الله خير. السلام عليكم. فارسي طعم فارسي؟ لا مو فارسي. بعد مين؟ عربي. مين؟ من النجف. والله شفت اللحيه وهاي لان اغلبهم هنا يفوتون. شلونك؟ ان شاء الله بخير. شلون الخدمه؟ والله الحمد لله وشكرا. انت زائر لو خدام بالموكب؟ والله كنا خدام احنا وجينا. اسمه موكبكم؟ دمعه رقيه. شنو؟ دمعه رقيه. دمعه رقيه وين بيا عمود هذا؟ جوا من جسر غاثة وتشرق. داخل النجف تقريبا. شو وزعتوا بهذا الموكب؟ والله خير وبركة. زاد الحسين هذا كل شيء موجود. ما تعبتوا؟ لا والله. خدام الإمام الحسين. لا لا أكيد ما تعبت. بس كملت الخدمة بالتجهين أنت. إن شاء الله. بعد قد توصلوا لكربلاء؟ بعد والله بعد بالألف إن شاء الله ما بقى شيء. اليوم شو يخلوكم اليوم أنتم كخدام الإمام الحسين تتركون منازلكم وتصرفون من جيوبكم وتعب وسهر وهاي على مود خدمه الامام الحسين؟ ليش؟ شنو السبب؟ اكيد هذا الشيء ما اقدر اوصفه يعني. ايه. ولا واحد يقدر يوصفه هذا، هاي خدمه كلها من زياده الامام الحسين. يقول لك الخدام سدوا المواكب دا يبكون. اكيد يعني هسه هاي هو احنا اساسا احنا شاقين لهاي الخدمه صراحه. سنه بعد سنه اكيد. كم سنه تخدم بالمواكب؟ والله صار نسيق حقا من 6 سنوات 7 سنوات اكيد. ربي يحفظك ان شاء الله. تعيننا ربي يخليك. السلام عليكم. الله يخليك. تفضل يمني. من وين؟ كركوك. كركوك. من دوميز؟ شوني؟ انا ما اعرف. عرفت المهارة كلها صارت دوميز طلعت من دوميز. شلونها كركوك؟ والله زين الحمد لله والشكر. ان شاء الله نسال انه نسمع بعض الاخبار احنا وتغطيتنا انه اوضاع مو زينه بس ان شاء الله الان هدى. ان شاء الله صير. جهود قواتنا الامنيه ربي يحفظك. ان شاء الله ان شاء الله. انا كنت طالع من كركوك. تقريبا 6 ايام. ماشي؟ من كركوك؟ من كركوك الى النجف. يعني من النجف بديت تمشي. شلون الزياره؟ والله الحمد لله والشكر خير من اعمال الله. الخدمات اللي قدموها الحمد لله والشكر. اكل شراب هاي الحمد لله. جابك من كركوك متعب لك حب الحسين. كم سنه تجي ل40؟ تقريبا 4 سنين. بل كماني؟ بس بالموكب لا 6 سنوات. كماني ويحفظكم ان شاء الله. يا اخي الشيعة التركمان كل تحياتنا لكل اكيد قومياتنا. اكو التزام ومواظبة على هذه الامور. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. يا من جاي؟ والله ويا الموكب يبا. جمعون المكان. بلي بلي. رحم الله لك الدعاء. يا اهلا وسهلا حياة على راسك. الله يخليك. ممنون. الله يحفظكم ان شاء الله. شبابنا الله يخليكم ربي يحفظكم ان شاء الله. طبعا احبة المشاهدين تشاهدون اليوم المشاعر الكبيرة ايضا حقيقة كل التحية وكل الشكر لكل الداعمين لكل المتوكلين. هناك حقيقة شخصيات ما تحب تعلن عن نفسها كانت متبرعة لهذه المواكب. اما بالماء الحلو اللي حقيقة الخزانات الكبيرة اللي وصلت لهذه المنطقة. لان ارجع واقول احنا في منطقة اغلب المياه بيها منطقة خاصة بالمواكب تكون مياه مالحة ولكن صهاريج المياه مستمرة ما توقفت هذه الأيام الماضية منذ بداية الزيارة الأربعينية إلى الآن. شكرا لهم مجانا أهل السيارات. شاهدنا سيارات اليوم عبوات الغاز أو قنان الغاز نحكيها بالعامية بعد
بعد اليوم هذا الطريق، الطريق الشعبي المتواجدين به احنا نتكلم من نبض الشارع. قناة الغاز وزعت مجانا لبعض المواكب. الحقيقة عمال البلدية، أنا آسف عتبوا علي، جونا وصلونا هنا يا كادرنا ما ذكرتهم، عمال البلدية الحقيقة على أنه العدد الكبير من الزائرين، تعرف الزائر ممكن يأكل يخلي مكان، كلهم ملتزمين بموضوع النفايات أجلكم الله في مكان المخصص، ولكن تمتلي بسرعة بسبب الكبر اللي حقيقة من الكثير جدا اللي موجود هاي على أطراف الطريق. عملهم جدا كبير جدا، تحية لهم، تحية لقوات الحشد الشعبي للمفارز الطبية. أحبة المشاهدين، هنا تنتهي تغطية قناة الأيام الفضائية للطريق لبيك يا حسين، اللي حقيقة اليوم كله خير وعطاء وبركة. يا رب إن شاء الله تكونون بخير ونلتقيكم إن شاء الله بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.